هنبدأ كده مجملا إن شاء الله شرح الانترا كاردياك اي بي تريسنج كمقدمة بسيطة. ان الاي بي ستادي انتيلز البيركيوتينيوس انترودكشن والبوزيشننج ل سبيشال الكترود كاثيترز اساطر باقطاب في بوتنشال بوزيشنز في الهارت عشان تريكورد منها وكمان تعمل بعد كده ابليشن لسبيسيفيك بوزيشنز برضو اللي هي بتجيب منها الريكوردينج. خلاص اوكي. طيب ريكورد اند اكسبلور انترا كاردياك سيكونس اوف امبلس فورميشن اند اكتيفيشن ستيمولييت اند ايفالويت الاوتوماتيسيتي والكوندكشن والريفراكتورينس اللي هي كلمه وقعت اللي احنا بنستخدمها في الاي بي لاب وما بنبقاش فاهمين معناها يعني اتشيفنج الريفراكتورينس وانيشيت ترمينيت اند دايجنوز بلس مانجينج الاريثميز. عشان ندخل في التريسنجز على طول ده شكل الأسطرة الرباعية دي نقول عليها لو جت في التريسنج ممكن يجي حاجة زي كده بالنسبة للماستر ممكن يجي أسطرة زي كده بس كده ونقول عليها كوادري بولر الكترود كاثيتر تبقى يوزد في الالكتروفيزيولوجيكال ستادي اند ابليشن يعني قسطره زي كده ممكن نحطها في الهيس بوزيشن نجيب منها هيس ريكوردينج اللي هو اتش بي اي او هيس باندل الكتروجرام ممكن نحطها في الرايت فنتريكل ونجيب منها فنتريكولار اكتيفيشن سيجنال ممكن نحطها في الرايت اتريوم ونجيب منها اتريال اكتيفيشن سيجنال ولو كان في بيتنت فورامين اوفال وقدرت القسطره تعدي للليفت سايد هتجيب ليفت اتريال اكتيفيشن سيجنال حسب مكانها فالموضوع مش صعب يعني نتخيله ببساطه شديده. دول اربع اقطاب دايما القطب اللي بيبقى ديستال او على التيب هو نمبر 1 ورقم 4 بيبقى بروكسيمال على الشافت فالديستال هو رقم 1. ده منظر الفلوروسكوبيك فيو للكوادري بولر كاثيتر. القسطره الرباعيه دي عشان ده هيفيدنا دلوقتي قدام بترسم خطين بوتنشال ديفرنس ما بين كل اتنين الكترودز يعملوا لي خط يعني واحد واتنين هيبقى ما بينهم خط وثلاثه واربعه هيبقى ما بينهم خط بوتنشال ديفرنس ما بين واحد واتنين وما بين ثلاثه واربعه. يبقى القسطره الرباعيه بترسم لي اتنين lines of signals. خلاص ماشي. طيب دي القسطره العشرينيه اللي هي هالو كاثيتر بتبقى بتستخدم في الاتريال فلاتر وبتبقى برضو لازم نبقى عارفين شكلها. القسطره ليها 20 الكترود 1 2 باديه من الديستال اهو واحد ثانيه واحده هنا واحد واثنين وبعدين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة وهكذا لحد عشرين فعندنا الديستال هما واحد واثنين فدي قسطرة اسمها هالو كاثيتر 20 الكترودز أو 20 بولز بتستخدم في المابينج أوف اتريال فلاتر. كلمة مابينج يعني لوكينج فور ذا ايرليست سيجنال أوف اكتيفيشن يعني أعمل مابينج لتاكيكارديا او لسيجنال معينه ان انا بدور على الايرليست اكتيفيشن. الفيو ده هو ال ال او فيو 40 او نقول ال او خلاص بتاع الرايت اتريم يعني الترايكاسبيد انيولس قصادنا مفتوح زي الحلقه والهالو كاثيتر هنا مابينج الترايكاسبيد انيولس يبقى عامل زي الرينج قصادنا كده في ال ال او فيو. ماشي. حد عايز يسأل على حاجة؟ بالنسبة للهالو، هالو قسطرة بتماب الاتريال فلاتر تستخدم في المابينج اوف اتريال فلاتر وبتبقى مابينج الترايكاسبيد انيولس. ليها 20 الكترود. طيب دي ايه القسطرة دي؟ دي لاسو كاثيتر اللي بتماب الاتريال فيبريليشن بالمونري فين ايزوليشن ديورينج بالمونري فين ايزوليشن اسمها لاسو ال اي اس اس او. خلاص نفس الكلام الديستال بتاعها هو واحد واثنين خلاص برضو بيبقى ليها 20 قطب
بتبقى ديفليكتابل، بحيث ان الرينج دي يعني بتبقى اوسع وبتبقى اضيق من الديفليكتابيليتي من الارم بتاعها. اللاسو كاثيتر بتماب الاوستيوم او الانتروم بتاع البالمونري فينز اثناء الايزوليشن بتاع البالمونري فينز. البالمونري فين ايزوليشن ده بيتعمل اثناء ايه؟ اثناء الايه؟ فابليشن. ماشي، كلام بيزك بالنسبه للشباب اللي بيشتغلوا فيه. خلاص. طيب ده منظر ال 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 اللاسو كاثيتر، وهي داخله من الترانسبتا الاباريتوس، ده الشيث وده القسطره اللي هي اللاسو، وهنا عامله بالمونري فين مابينج على الاوستيوم. عماد تحب تضيف حاجه بالنسبه للقسطره اللاسو؟ ماشي. وجنبها هنا بقى قسطره الابليشن، قسطره الابليشن اللي هي هتكون قسطره رباعيه، البول بتاعها بيبقى غامق او كبير كده، نقدر نعرفها في الفلورو بسهوله، هنشوفها في فيديوهات ثانيه. قسطره الابليشن بتبقى دايما كوادري بولر، بتبقى كوادري بولر كاثيتر. وبتروح بقى على البولز اللي هي ان كويشن بالنسبه لعمليه البالمونري فين ايزوليشن. يعني ده مثلا هيبقى الاوستيوم بتاع الليفت سوبيريور بالمونري فين، وممكن بعد شويه قسطره اللاسو دي نعمل بيها مابنج للليفت انفيريور بالمونري فين اوستيوم اللي هو هيبقى هنا. خلاص. طيب ار اف ستاندز فور راديو فريكونسي، راديو فريكونسي ابليشن كاثيتر، بتكون ديفليكتابل، بتكون بالمنظر ده. ادي الابليشن كاثيتر. خلاص. ودي قسطره ايه؟ دي قسطره عشريه القطب بتاعها واحد واثنين، هما هيبقوا الديستال، دول الديستال الكترودز ودول البروكسيمال الكترودز. بالنسبه للقسطره الابليشن كوادري بولر، 1 2 3 4 برضه من الديستال. الكرايو ابليشن اللي هو الموضوع اللي ابتدى ياخد يعني بيجين مور اند مور انترست الفتره الاخيره، بتشتغل بالفريزنج، وبيبقى في بالون اللي هي الكرايو بالون، بتبقى هي اللي عامله يعني امبنجمنت على البالمونري فين اوستيوم. هنا كاي بالتبريد بقى او الفريزنج. ماشي، اوكي. طيب البيزك اي بي ريكوردنج اللي مش عارفه، احنا كاننا المفروض بنبدا فروم سكراتش. ده السيرفيس اي سي جي اللي هو بيكون باللون الابيض، متعرف عليه هنا الالوان دي عندنا في السنتر بتاعنا. اللون الابيض هنا بيمثل السيرفيس اي سي جي، اللون الاصفر بيمثل قسطره الابليشن، وزي ما اتفقنا ان قسطره الابليشن بتكون كوادري بولر، فهترسم خطين من السيجنالز. خلاص، اللي هو الخطين الصفر دول ابليشن 1 و2، ابليشن 3 و4. بعد كده عندنا قسطره عشريه موجوده في الكورونري ساينس، بيكون لونها دايما اخضر، نبص عليها كويس. القسطره العشريه دي بتماب الكورونري ساينس بالمنظر ده اهو، القسطره العشريه تكون داخله جوه الكورونري ساينس، فبالتالي بتجيب لي ايه بقى؟ اتريال سيجنال ولا فنتريكولار سيجنال؟ لا، بتجيب لي الاثنين، لان الكورونري ساينس هو ستراكشر ما بين الاتريوم وما بين الفنتريكل، ولو انه اقرب بحوالي 8 مللي للاتريوم، فبالتالي الاتريال سيجنال عاده بتكون ممكن تبقى اكبر شويه. خلاص. فالكورونري ساينس ميزته ان هو واخد السيبتال اكتيفيشن ممثل في 9 و10 هنا، والليفت سايدد اكتيفيشن ممثل في 1 و2 اللي هو على الديستال. فده الكورونري ساينس، ومستو الثانيه ان هو بيجيب لي اتريال وفنتريكولار اكتيفيشن سيجنال. قسطره الهيس اللي هي بتكون سيان كلرد بالمنظر ده، اللون اللبني، الهيس بتكون كوادري بولر، قسطره رباعيه عاديه هنا في مكان الهيس فوق الابليشن على طول. واضح ان الابليشن هنا يمكن مش متوصله بالكبل، فعشان كده مش جايبه لنا سيجنالز. هي مش اريا سيجنال عموما، بس هي مكان الابليشن هنا بنعرفها من التيب بتاعها. طيب. لكن قسطرة الهيس زي ما احنا شايفين هنا اللي هو لونها صيان، جايبه لنا ثلاثة سيجنالز A و H و V. ال H هي الشرطة الصغيرة دي اللي هي شارب ديفليكشن، وبيكون يعني سمول في الامبليتيود، اللي هو هيس باندل الكتروجرام او ال H B E، هو ده بيبقى ما بين ال A وال V. اذا الكورونا ساينس جايبه لنا اثنين سيجنالز ال A وال V، الهيس باندل الكتروجرام مع الاي مع الفي، ظاهرين الثلاثه على الهيس كاثيتر. ودي الرايت فنتريكولار ايبيكال كاثيتر، الار في ايبكس، الاي دي ستاندز فور ايبكس. خلاص.
جايه كل المسافه دي من الاي في سي انفيريور فينا كيفا على الرايت اتريوم ترافيرسنج ترايكاسبيد فالف انتو ذا رايت فنتريكل. فدي قسطره رباعيه برضو في الرايت فنتريكل واخدين منها تشانل واحده بس علشان نعمل منها بيسنج للرايت فنتريكل ونجيب منها فنتريكولار سيجنال. طب هتقولي عرفت منين بقى ان دي اتريال سيجنال ودي فنتريكولار سيجنال؟ بسيطه، ده السيرفيس اي سي جي، احنا فاتحين السويب بتاعنا المفروض ان هو يبان في التريسنج على على هنا على 100، السويب هنا سويب 100، فاردين الاي سي جي على سرعه 100، ممكن نفرده اكتر على سرعه 200، بس ده يعني نعود عينينا كده ان ال 100 مثلا هيبقى حوالي 3 4 كومبلكس في الشاشه الواحده، ده كده النورمال، يعني ده النورمال اي بي تريسنج كده خلاص. الفنتريكولار سيجنال اللي هي على الكورونري ساينس وعلى الهس وعلى الار في كلهم مع بعض وكلهم كوينسيدنت في نفس الوقت مع الكيو ار اس كومبلكس اللي على السيرفيس اي سي جي. موضوع سهل وبسيط، يعني دلوقتي انا عايز اعرف دي في ولا ايه، هشوفها ماشيه مع مين، ماشيه مع الفي ماشيه مع الكومبلكس يبقى هي في خلاص، وكلهم ماشيين مع بعض، كل الفيهات ماشيين مع بعض. تمام؟ طلبة الماستر متابعين لحد دلوقتي؟ ماشي. اوكي. عرفنا الالوان وعرفنا النورمال اوت لاي بتاع الانتراكاردياك اي بي تريسنج كده اللي هو النورمال المعتاد بالفورمات ده، بالرايت فنتريكولار كاثيتر موجوده بيكون لونها احمر، بالهيس كاثيتر بيكون لونها لبني، الكورونري ساينس بتبقى قسطره عشريه زي ما احنا شايفين هنا، بتبقى خمسه لاينز عشان هي قسطره عشريه، وبيكون عندنا واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه وات ايفر من السيرفس اي سي جي. عندنا هنا ليد في 1 وليد 1 وليد اي في ال. مبدئيا لما يجي لي التريسنج ده مثلا حوالي مش اقل من ثلث الدرجه على توصيف الاي بي تريسنج، عشان كده لما سواء ماجستير او دكتوراه، خصوصا الدكتوراه عشان الوقت بيبقى قليل قوي، اول ما نلاقي صوره زي كده قبل ما افكر حتى هي تاكيكارديا ولا ساينس ولا ايه ظروفها، لازم ابتدي في الوصف، لازم ابدا في الوصف بتاعها، يعني اخد مثلا 30 ثانيه على الاقل بكتب الدباجه الاولانيه انترا كاردياك اي بي تريسنج شوينج 3 ليدز اوف سيرفيس اي سي جي، بين قوسين مثلا ليد في 1 و1 واي في ال، وهكتب ان في وجود ابليشن كاثيتر ديكا بولر، ديكا بولر عشريه، ديكا بولر كورونري ساينس كاثيتر، كوادري بولر هيس كاثيتر خلاص، وبرده كوادري بولر كاثيتر في الرايت فنتريكولار ايبيكال بوزيشن خلاص. طيب طبعا مش شرط يجيب لي فلورو معاها، يعني غالبا ما بيجيش الاثنين مع بعض، يعني هيجي واحده منهم بس، فده نورمال ساينس ريتم اللي هي بي كيو ار اس، هنا اي في، يبقى البي كيو ار اس تترجم انترا كارديكالي لاي اند في. وصف التريسنج هنكتب ان ده انترا كاردياك اي بي تريسنج شوينج 3 ليدز اوف سيرفيس اي سي جي وتسميهم، وقسطره رباعيه اسمها ابليشن، وقسطره عشريه اللي هي الديكا بولر اسمها كورونري ساينس، وقسطره رباعيه برضو كوادري بولر كاثيتر في الهيس بوزيشن. فبتوصفي ايه اللي موجود بس، وبعدين هبتدي اكتب بقى ايه الفايندنج بعد كده، هبتدي ادخل على الفايندنج. فالديسكريبتيف اناليسيز اللي في الاول ده مهمه قوي وبياخد وقت في السلايد دي. ماشي. اوكي. دي هنا قسطره جايب بس ان يعني نعود عيننا كده على قسطره الهيس، قسطره رباعيه في الهيس بوزيشن قبل الرايت فنتريكل على طول. ماشي. التريسنج ده بيورينا ايه؟ بيورينا اللي فوق دول اربعه ليدز من السيرفيس اي سي جي، وبعدين هنا مش متعودين احنا هنا ان قسطره الهيس تبقى صفراء، بس مش مشكله، هي قسطره جايبه ثلاثه سيجنالز منهم واحده شارب ديفليكشن في النص، يبقى ده اكيد الهيس باندل الكتروجرام، فعندنا اي واتش وفي، الفي ماشيه مع الفيهات كلها، اكيد القسطره دي في الفنتريكل من غير ما اشوف، انا مش شايف اصلا ايه هنا الحقيقه،
بس اكيد القسطره دي في الفنتريكل، بما انها جايبه لي فنتريكولار سيجنال اكيد مش هتبقى في الاتريوم يعني. خلاص، وعندنا قسطره ليها كده 4 بولز هنا، مكتوب هنا كورونري ساينس جنبها، ليها A و V، ودايما ال A بتبقى اكبر شويه من ال V، ال A بتبقى كبيره شويه عن ال V في الكورونري ساينس. دي فيها A و V؟ اه ال V صغيره خالص كده ممسوحه يعني، مش يعني مش سايد ذو اهميه، بس يعني عايزك تاخد عينيك على حاجات يعني مختلفه. مش عايز منه حاجه ده. طيب، مهم السلايد ده يا جماعه، مهم جدا، ممكن يجي لاي حد سواء ماجستير او دكتوراه ما نستهونش بيه، ان هو الفنتريكولار بيسنج. علامه الترابيزه دي، ها نتكلم بقى كده يعني من الاخر بقى، علامه الترابيزه دي يبقى في بيسنج سبايك على طول. البيسنج سبايك دي على انهي قسطره؟ هنا على قسطره الرايت فنتريك، على قسطره الرايت فنتريك. عايز بقى يعني تبقى اعلى شويه في الماجستير في الدكتوراه، ممكن تبقى عارف ان البيسنج ده هل هو رايت فنتريكولار ايبكس فعلا ولا يكون من الار في او تي. تعرف منين؟ تبص على ليد في 1 وعلى الانفيريور ليدز لو عندك. خلاص، لان قسطره الرايت فنتريكل دي يا اما تكون في الايبكس يا اما تكون في الار في او تي، ما هو في اي حته في الار في وخلاص. فممكن تكون في الايبكس فعلا، ترولي في الايبكس، وممكن تكون في الايه في الار في او تي. لو في الار في او تي هنلاقي الانفيريور ليدز ايه بوزيتيف. طب ليه؟ اللي ما يفهمش الحته دي يفوتها، مش مشكله، لان الانفيريور ليدز موجودين هنا تحت والهارت اهو، فالار في او تي موجوده فين؟ فوق. لما يكون القسطره بتبيس من فوق يبقى الفيكتور اوف اكتيفيشن بتاعها يبقى ماشي ازاي؟ يبقى ماشي كده، ماشي كده ناحيه مين؟ ناحيه الانفيريور ليدز، وبالتالي الانفيريور ليدز يبقوا ايه؟ الكهرباء رايحه عليهم، هم مش ماشيه منهم، رايحه عليهم، يبقى بوست. مش داخلنا، المهم ان احنا عايزين في السلايد دي حاجه مهمه، ان دي علامه الرايت فنتريكولار بيسنج. قسطره في الرايت فنتريكل بتعمل بيسنج. هنكتب الاناليسيس بتاعنا في الاول تاني، اللي هو نكتب ان ده انتراكاردياك اي بي تريسنج شوينج الثلاثه سيرفيس اي سي جي والابليشن والكورونري ساينس والهيس والرايت فنتريكل. خلاص، ونكتب ان الكوادري، ونكتب ان كوادري بولر بالنسبه للابليشن والهيس، ونكتب ديكا بولر بالنسبه للكورونري ساينس. اوكي، الار في عاده بتبقى كوادري كوادري بولر، بس واخدين منها تشانل واحده. الكورونري ساينس الفي سبق ليه؟ وده منطقي في وجود فنتريكولار بيسنج، ده احنا عاطين قسطره في الار في وبنبيس منها، بنبيس من رايت فنتريكل، يعني كانه ترانزيانت واير اللي حضرتك بتركبيه. خلاص، فاكيد البيسنج هيبقى عامل ليفت باند المورفولوجي بالمنظر ده اهو. ثانيه واحده، ادي الليفت باند المورفولوجي، اعلم عليه بس. ليفت باند في في 1 اهو، ووايد كومبلكس. اوكي، ولازم الفي تكون سابقه لايه؟ الايه بتبقى شارب واطول عاده من الفي في الكورونري ساينس، بس عشان اعمل تايمنج صح اعمله مع السيرفيس اي سي جي. يعني هي انا متخيل هنا انها قالت ان الفي سابقه لايه، لانها لقت ان الفي دي ماشيه مع دي، مش عشان شكل ال مش عشان شكل السيجنالز، شكل السيجنالز بيبقى صعب الحكم بيه. اوكي، فادي البيسنج سبايك، ادي البيسنج سبايك بتبقى موجوده على فكره في كل الليدز، يعني في كل الليدز موجوده، ولكن بتكون اكبر ما يكون على القسطره اللي عليها البيسنج. فالبيسنج هنا على قسطره الار في، تمام، احفظوا الشكل ده كويس، بيسنج من الار في. طب هيفيدني في ايه بقى؟ ان السيجنال اوف اكتيفيشن المفروض انها تطلع من من الـ من الـ من الار في للار اي، يعني اذا يبقى فنتريكولار اكتيفيشن الاول. طيب والسيكونس اوف اكتيفيشن المفروض يمشي ازاي؟ المفروض يبقى كله مع بعضه كده، او بيبقى مسموح شويه ان 9 و10 تبقى سابقه شويه 7 و8، تبقى سابقه شويه 5 و6، تبقى سابقه شويه 3 و4، تبقى سابقه شويه 1 و2. قول لا، الاي في نود عادة مثلا في حوالي ممكن 50% من الناس او 50% من الناس فيها ريتروجريد اكتيفيشن، يعني ممكن انت عندك وانا ما عنديش، مش شرط. يعني الاي في نود في بعض الناس هيبقى فيها ريتروجريد اكتيفيشن والبعض الاخر ما فيهاش نورمالي. خلاص، لكن احنا قلنا ان الكورونري ساينس لو ده السيبتم اهو، ده الكورونري ساينس اوستيوم، ادي السيبتم وادي الكورونري ساينس اوستيوم،
اهو وادي الكورونري ساينس اهو رايح بقى ناحيه الليفت. بس هو بادي فين؟ بادي ناحيه السته. هنا 9 و10 وبعدين هنا 7 و8 وبعدين هنا 5 و6 وبعدين هنا 3 و4 لحد 1 و2 في اللاترال موست بارت. خلاص؟ فاذا 9 و10 بيمثلوا السته الاكتيفيشن. لازم 9 و10 لو عندي نورمال اكتيفيشن يبقى هما الاول. وبعدين 7 و8 وبعدين 5 و6 وبعدين 3 و4 وبعدين 1 و2. ده كده اسمه النورمال اكتيفيشن سيكونس. في لغه اخرى كونسنتريك اكتيفيشن سيكونس. زي هنا. هنا ماشيين كلهم مع بعض which is normal. بس مستحيل ان احنا ما ينفعش مثلا في مره من المرات الاقي 1 و2 سابقه 9 و10. طب هنا بقى في بعض البيتس ابتدت انها يحصل الكلام ده. يعني مع البيسنج احنا بنعمل ايه في البيسنج؟ بنسرع السايكل لينث. يعني البيسنج بنكريمنت البيسنج على الاي في نود، يعني بنسرع عليها البيسنج. يبقى يعني اسمه انكريمنتال فنتريكولار بيسنج. يعني السايكل لينث هنا مثلا كانت وليكن 300، وبعدين هنا 280، 280 ايه؟ ملي سكند. وبعدين هنا 260 ملي سكند. اذا عمال اسرع على الاي في نود. بمعنى ايه تاني؟ بمعنى ان انا بسرع الهارت ريت. الهارت ريت بيزيد اللي هو ان السايكل لينث بيقل. الهارت ريت والسايكل لينث ما بينهم علاقه عكسيه. ات اني تايم حاصل ضربهم بيساوي 60,000 كمعلومه بره التريسنج. يعني الهارت ريت مثلا 150 يساوي سايكل لينث كام؟ 400. نضربهم في بعض كده هتلاقيهم 60,000 وهكذا بقى. هارت ريت 100 يساوي سايكل لينث 600 ملي سكند. فالهارت ريت هنا عمال يتزايد والسايكل لينث عمال يتناقص. لقينا ايه بقى هنا اللي حصل؟ لقينا الاي والفي هنا لحموا في بعض عند 1 و2. من الواضح ان هنا احنا كنا ماشيين هنا ساينس ما كانش فيه مشاكل. وبعدين لما الاي في نود بطلت توصل ريترو جريد ابتدى مين يوصل ريترو جريد؟ الاكسسوري باثواي. من الواضح كده فحصل اكسنتريك اكتيفيشن غير اللي احنا عارفينه. اكسنتريك اكتيفيشن بحيث ان هو في اي برضه، في اي زي ما احنا ماشيين في اي برضه لان احنا بنعمل فنتريكولار بيسنج. بس الاكتيفيشن بقى 1 و2 هنا بقت سابقه. يعني بقت سابقه الاي هنا على 1 و2 المفروض انها تبقى اتليست زي بتاع 9 و10 بس ما تسبقهاش. من اول يعني الثيرد بيت، من اول الفورث بيت هنا ابتدت انها تسبق. خلاص انا بس من السلايد دي انا عايز اوضح اهم حاجه الفنتريكولار بيسنج. لو طلعنا من السلايد دي بالفنتريكولار بيسنج يبقى كويس وهنشوف الباقي بعدين. الفنتريكولار بيسنج بيدينا في اي، في اي على الكوروناري ساينس بيدينا بيسنج سبايكس. يعني الشرطه دي هنا هتبقى بيسنج سبايك. بيدينا لو فنتريكولار بيسنج هيدينا منظر الليفت باندل في رسم القلب في السيرفيس اي سي جي. طيب ده الفي اي كوندكشن اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. اكبر بيسنج سبايك بتكون مثلا على الفنتريكولار كاثيتر. ادي اكبر بيسنج سبايك بتكون حفره او ترابيزه بس تكون سبايك كبيره اللي هي بنسميه بيسنج ارتيفاكت. ده بيبقى موجود على القسطره اللي عليها البيسنج. وبعدين بيدينا اكتيفيشن سيجنال بالمنظر ده اللي طالع زي السلم دي. ان الفي اي بيكون 9 و10 الاول، بعد كده 7 و8 لحد 1 و2. 1 و2 دي زي ما اتفقنا تاني هي اللاترال موست بارت. فبالتالي لازم ده الاكتيفيشن بتاعها يبقى متاخر خالص عن السبتا. السبتا الاكتيفيشن هو اول حاجه. اوكي السلايد دي برضو من الحاجات اللي هي ممكن تيجي ان احنا ممكن نبقى سرعنا شويه البيسنج فبالتالي وصلنا للريفراكتورنس بتاعت الاي في نود انها توصل ريترو جريد ومفيش اكسسوري باث واي ولا حاجه يوصل. فبالتالي بقى حصل ايه؟ في اي ديسوسيشن. هنا بصوا كان هنا في اي اسوسيشن ازاي؟ كانت واضحه جدا. هنا بقى حصل في اي ديسوسيشن. خلاص؟ احنا فعلا عاملين بيسنج وعاملين كابتشرنج. بمعنى ايه كابتشرنج؟ بمعنى ان كل سبايك بعدها كومبلكس.
كل سبايك بعدها كومبلكس لحد ما حصل ريفراكتورنس في الاي نود، بحيث ان مش كل في بقى جه بعدها ايه، بقت الفيهات ما لهاش علاقه بالايهات خالص. على عصاره الكورونري ساينس كده مثلا، دي ايه، دي ايه من غير دي، دي ايه من غير في، دي دي في بعدها ايه، دي في بس، ادي ايه، ادي في، ادي في وبعدها ايه صغيره، وبعدين في ثانيه ما لهمش علاقه ببعض. ناخد بالنا من الفي اي اسوس، مش شرط، المهم ما لهمش علاقه ببعض خالص. هكرونو ساينس يعني اللي هم سبسيت 1 ملوش دعوه بسبسيت 2 خالص، يعني وليكن حتى ان انت مش حتى مش قادره تفرقي، بس اشكالهم يعني مش هتلخبطك ان هم ديسوشيتد. ممكن ده هنا على بيسنج سريع شويه عشان كده احنا متلخبطين، ممكن يجي على ابطا من كده. هي لو مشيت مع كيو ار اس اكيد اللي مع كيو ار اس هو اللي في الحاجات الثانيه هيبقى ايه؟ يعني كل مش هتلاقي كيو ار اس، يعني لازم الفي ما يبقاش مع كيو ار اس. مورفر كمان السلايد دي بتحاول تسهل لك انها حاطه اسطره في الرايت اتريوم، يعني جايبه اتريال اكتيفيشن بس اللي هي دي. فادي اعتمدي على كرونو ساينس في الفي، وادي الاي. ومثلا هنقول ان مثلا دي في وادي ايه ثانيه، وبعدين جاي بعدها في، وبعدها ايه بعيده خالص، وبعد وهنا في 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 النص، فمفيش اسوسيشن. يبقى ثاني ادي الفي اسوسيشن نعود عينينا عليه، وادي وادي ال سوري وادي الفي اي ديسوسيشن، في اسوسيشن في اي ديسوسيشن. ناخد بالنا منه كويس جدا، وجود ده بيتنافى مع وجود اكسسوري باثوي المنظر ده. ماشي اوكي. ماشي. هو البيسنج اللي فات ده يا جماعه كان اسمه ايه؟ اللي هو ستريت بيسنج او ستيدي بيسنج، ده اسمه ايه؟ اسمه بيرست بيسنج. احنا عندنا نوعين من البيسنج، نوع اسمه بيرست بيسنج ونوع اسمه اكسترا ستيموليشن. الاكسترا ستيموليشن مختلف، مختلف في ايه؟ ان هو ما بيبقاش ضربات ورا بعضها زي البيرست. البيرست بيسنج يبقى ضربات ورا بعضها، لكن الاكسترا ستيموليشن بيكون هو ترين ثابت على سايكل لينس واحد، وبعديه ضربه جايه بدري. خلاص؟ يعني الترين ده 8 ضربات وبعدهم ضربه جايه بدري. مثلا جايه بدري على سايكل لينس مثلا نسميه كابلنج انترفال 300. وبعدين الترين اللي بعده 8 ضربات وبعدهم واحده جايه بدري بس اقدر شويه من اللي فاتت. جايه على 290. بعدين الترين اللي بعده 8 ضربات وبعدين واحدة جاية أفضل على 280. بعدين الترين اللي بعده 8 ضربات 8 بيسين، وبعدين واحدة زي ما تكون في في سي جاية أفضل من اللي فاتوا 270 وهكذا. يبقى الاكسترا ستيموليشن اللي هو النوع ده. خلاص؟ ده أهو ترين واحد اتنين وهكذا لحد أدي ضربة ضربة ضربة، كل دول اسمهم اس 1. لا كل دول اسمهم اس. خلاص؟ اللي هم الستيميوس الاساسي. خلاص؟ ده هنا بقى ده كده اسمه دبل اكسترا ستيميوليشن، يعني جاب اثنين اكسترا ستيميوليشن بيتس، يعني اثنين بي في سيز بعد الترين. فمفروض في الام دي تفرقوا اذا كان ده سنجل اكسترا ستيميوليشن ولا دبل اكسترا ستيميوليشن. بالنسبه للماستر عليهم بس يفرقوا ان النوع ده من الستيميوليشن او من البيسنج اسمه Programmed Extra Stimulation أو PES. PES ده الاختصار بتاعه Programmed Extra Stimulation. دبل ازاي؟ دبل بقى اللي هو ايه؟ يعني ادي الترين اهو وبعدين جاي اتنين ورا بعض بدري. ممكن يجي تريبل، يعني ادي الترين وجاي وبعدين الترين اللي بعده والثلاثة اللي بعد والثلاثة اللي بعد الترين دول أسرع من الثلاثة اللي فاتوا. يبقى ده هو ده الاكسترا ستيميوليشن. فهنا ده دبل اكسترا، بالنسبه للام دي ده دبل اكسترا ستيميوليشن. خلاص؟ مدينا ايه بقى؟ الفايندنج مدينا ايه؟ مدينا ادي في اي وادي في اي وادي في اي وادي في اي. مفيش ديسوسيشن؟ لا مفيش ديسوسيشن. طب وبالنسبه للسيكونس ماشيه صح ولا ماشيه غلط؟ ماشيه صح. من 9 و10 لحد 1 و2. مفيش حاجه اكسنتريك فيها. يعني مش اكسنتريك اكتيفيشن على الكورونري ساينس، لا ده كونسنتريك. كونسنتريك يعني نورمال، يعني من السبتم لللاترال، من 9 و10 لحد 1 و2. حد تايه لحد دلوقتي؟ لا اللي مش متابع يسال عادي.
بتطول، بيحصل ديكريمنت في الفي اي تايم، ولما بسرع على الاي في نوت، الاي في نوت بتجهد اكتر فبتطول الكوندكشن اكتر، بيحصل ديكريمنتال كوندكشن في الاي في نوت مع الانكريمنتال بيسنج. اوكي، اي سؤال على السلايد دي؟ حد عايز يسال في حاجه؟ ماشي، يبقى احنا شفنا ايه في السلايد. السلايد اول ما بدخل كده عليها بسم الله الرحمن الرحيم بشوف بس حاجه واحده، هو انا دلوقتي ساينس ولا بيسنج ولا تاكي كارديا؟ مبدئيا انا ساينس ولا بيسنج ولا تاكي كارديا، عشان بس ابقى انا في مفترق طرق وما ببقاش عارف ايه ابدا منين. يعني احنا بنبدا القصه ان انا بسال نفسي السؤال ده، هل انا في ساينس؟ لا. انا في بيسنج؟ انا شايف بيسنج سبايكس فوق اهي على السيرف سي جي حتى. طب هي جايه منين بقى؟ من انهي قسطره؟ مين اللي عليها الارتيفاكت الاعظم؟ هو الرايت فنتريكولار كاثيتر اللي تحت خالص، وفعلا جايبه لي في اي على كورونري ساينس، وجايبه لي وايت كومبلكس في الاي سي جي، يبقى ده فعلا رايت فنتريكولار بيسنج. وعلاقه الفي بالاي انها مش ديسوشيتد، لا دي اسوشيتد. وبالنسبه للسيكونس اوف اكتيفيشن نورمال من 9 و10 لحد 1 و2. ده طبعا الكلام ده توصلت ليه بعد ما قلت الوصف الاولاني. الوصف الاولاني ده عليه حوالي تلت الدرجة. تمام؟ ماشي. طيب بيسنج الكورونري ساينس يا جماعة هيدينا ايه؟ هيدينا اتريال بيسنج. يعني لما بيس من الكورونري ساينس هيديني اتريال بيسنج. يعني انا دلوقتي عايز فنتريكولار بيسنج، هبيس من قسطرة الرايت فنتري. لما اجي ابيس من، عايز ابيس الاتريال بقى. بيس الاتريال سيجنال هي اللي تبقى بيست. خلاص يبقى حبيس من الكورونري ساينس او من قسطره في الرايت اتريوم، لكن الكورونري ساينس باعتباره اقرب للاتريوم هيبيس الاتريوم. خلاص لما يجي يعمل بيسنج من الكورونري ساينس هنبيس الاتريوم، وبالتالي هيدينا غالبا بقى نارو كومبلكس. نارو كومبلكس زيه زي الكوندكشن العادي اللي هو من الاتريوم للفنتريكل وليس العكس. انت لما بتركبي الواير بيحصل الفي كوندكشن، لازم يعني الكومبلكس بيبقى وايد، لكن لو انت هتبيس من قسطره في الرايت اتريوم او في الكورونري ساينس هيديكي نارو كومبلكس. طيب تاني ايه السلايد دي؟ نرجع للاساس بتاعنا، الساينس العادي خالص. ده الساينس العادي خالص اللي هو لا بيسنج ولا تاكيكارديا. من ضمن برضو لو يعني يا ريت الدكتوره اللي كانت بتسال على ان انا اكتب ايه في البيزك ديسكريبشن، يعني يا ريت اكتب على السويب بتاعي كام، او على الاقل ابص عليه حتى لو ما كتبتوش. يعني فاكر في امتحان انا كان حصل ميستيك كبيره، يعني ان هم ما نزلولناش ده، كانت السلايد مقصوصه لحد هنا. طبعا لما سالنا عليه حسينا ان احنا بنسال على حاجه، يعني قالوا لنا مش مهم للصوره، يعني بعد ما قعدوا كده يتشاوروا وبتاع قالوا لا مش مهم، مفيش حاجه اسمها مش مهم. يعني السويب ده ما ينفعش ان هو ما يبقاش مهم. انا نفس السلايد دي لو على سويب 200 هبقى في تاكيكارديا. يعني انا فارد رسم القلب على الاخر كده وظاهر لي اربعه كومبلكسات، يبقى اكيد دي تاكيكارديا. عايز بس اوضح لك اهميه السويب. خلاص الاي بعدها في، الاي بعدها في، وادي الفي ماشيه مع كيو ار اس. خلاص وادي الهيز باندل الكتروجرام، وادي الرايت فنتريكولار كاثيتر مديانا في سيجنال. هو ليه اللي على الجسم الصغير؟ الاي صغيره ماشيه مع الايهات الثانيه، او قبلهم حاجه بسيطه او بعدهم حاجه بسيطه، ما هو في فرق اكتيفيشن. خلاص والهيز باندل الكتروجرام والفنتريكولار سيجنال اهي الكبيره دي. يعني هنا قسطره الهيس ممكن تبقى داخله شويه ناحيه الار في، فلقطه في سيجنال كبيره، ما هو حسب البوزيشن بتاع القسطره. وهي اقرب للهيس من اقرب للفي من الايه، لانها داخله جوه شويه ناحيه الفنتريك. تمام ماشي. طيب لما يكون ساينس بالمنظر ده ناخد بالنا كده من، طبعا ممكن الحاجات اللي هي المانيفست بريك سايتيشن دي تيجي بسهوله قوي للدكتوراه يعني، وبرده الماستر نعرفها لعلهم يعني يصعبوا علينا شويه. اول حاجه لو حد خد باله اصلا الاي سي جي ده، نعم، اللي سويب على كام؟ على 100 برده على العادي، فده كانه الساينس. يعني ده الساينس اللي هو 3 4 بيتس في الشاشه على سويب 100 تقريبا. ده كده ده الطبيعي، يعني ده كده الرينج الطبيعي. ماشي طيب
بس هنا بقى لو حد خد باله من السيرفيس اي سي جي هيلاقي ان في سليرنج، انيشال سليرنج في كيو ار اس ده مبدئيا. هتقول لي صعبه القطها وبتاع، ماشي انا همشي سيستماتيك في السلايد، مفيش اي مشكله. برضو انترا كاردياك اي بي تريسنج، وفي اتنين ليدز رسم قلب، ليد واحد وفي اتنين، في اتنين ابليشن، في خمسه لاينز او يعني نقدر نقول ديكا بولر كورونر ساينس كاثيتر. اتفضل. عندنا هيس كاثيتر رباعيه وعندنا ار في ايبيكال كاثيتر. خلاص ماشي كويس. بالنسبه للهيس كاثيتر جايبه لي اي او اتش وفي، هيس صغيره اهي، جايبه تنتوفه هيس، في تنتوفه هيس كده. دكتور حسن تعالى هنا عشان نشوف. الهيس جايبه 3 سيجنالز، جايبه اي واتش وفي. فين الاتش؟ الاتش ده التنتوفه الصغيره دي، شاركه صغيره، ايه كبيره وفي اهي. طب هي بتعتمد على ايه؟ على وضع الاسطره نفسه، يعني لو الاسطره اقرب للاتريوم هتلقط ايه كبيره، لو هي جوه خالص في المنتريك ممكن ما تلقطش ايه خالص، تجيب في كبيره خلاص وهكذا. المهم يعني بس هنا اللي نلاحظه ان الكورونري ساينس مش زي هنا، الاي والفي هنا في امالجاميشن، هنا الامالجاميشن ده لازم كده تبقى واخد بالك بقى، بس ده في الساينس ريزم وفي امالجاميشن، يبقى اسمه مانيفست بري اكسايتيشن، يعني من غير ما اعمل بيسنج ومن غير تاكيكارديا حصل ايه؟ ان الاي قربت قوي من الفي. الاي هنعرف منين ان ده ساينس؟ ان ادي اي وادي في في اي مكان. احنا لما بنبص على 12 ليد اي سي جي بنبص على ليد واحد ولا بنبص على كله؟ احنا كده كاتب في قلب، بص على كل رسم القلب صح؟ احنا هنا برضو لازم نبص على كله. بس كمان معانا عايزك تقول له بس على ان هو في شورت في ار. تمام. هو بيقول ان كورونا ساينس هنا رايه ان هم مثلا يعني كورونا ساينس ماشي، واحد واثنين هنا كويسين خلاص؟ ده اللي هو الطبيعي بتاعهم. بس هنا بالنسبه لخمسه وسته قريبين، بالنسبه لسبعه وثمانيه لاحمين خالص بقى. تسعه وعشره تقريبا احنا شايفينهم اولموست ويف واحده. فده هو ده اللي هو الامالجاميشن بتاع الكورونري ساينس. يعني الاي والفي لحموا في بعض. وده ديورنج ساينس ريزم، يعني ما احتاجش في اظهاره لوجود تاكيكارديا ولا لوجود بيسنج. يعني ده كده اتريست في الساينس ظهر البري اكسايتيشن. هاكد بقى نظريتي ازاي؟ ان انا ارجع الاقي فعلا في انيشال سليرنج في الاي سي جي باين. لو خدنا بالنا منه السيرفيس اي سي جي ده هو بتاع العادي، بس هو مفتوح شويه مفروض على سويب عالي، على سويب 100. فده برده ممكن اعتمد عليه اذا كان وايد كومبلكس، اذا كان نارو كومبلكس. ده النارو كومبلكس اللي هو العادي، بس هو طبعا على سويب مفروض شويه، فده النارو كومبلكس، ولكن ابتدى يبقى وايد شويه عشان الانيشال سليرنج اللي هنا بالظبط. تمام. والامالجاميشن هنا واضح. حد عايز يضيف حاجه يعني ساعدوني كده خلاص. فده كده مانيفست بري اكسايتيشن. طيب لحد الماستر، وممكن ان انا اقف على كده. ده يبقى يعني كتر خيري قوي لو قلت الكلام ده، يبقى انا كده عرفت ان في ساينس ريزم في بري اكسايتيشن، يعني في الاي والفي قريبين من بعض من غير ما اوهم نفسي. ادي منظر الساينس اهو تاني، ناخد بالنا عادي جدا. ده منظر الساينس وده منظر البري اكسايتيشن، ان الفنتريكل في حته ما بري اكسايتد، يعني اكسايتد قبل النورمال تايم اوف اكسايتيشن بتاعه اللي هو فين، يعني في المكان ده هو بري اكسايتد. عليا بقى لوكالايز السايت ده بالنسبه للام دي. فده هقول ان ده هيكون 7 و8. يعني هنا ال 7 و8 هي اقرب حاجه. 7 و8 9 10 يعني بيبقى ريجيو معاك 7 و8 اصلا ساعات هي بتبقى عند الاوسيوم بتاع كرونو ساينس، و9 و10 بتبقى بره احيانا. يعني الحته دي هي اللي هي الرايت، يبقى اهم حاجه تبقى رايت. ما هو سبع لحد 7 و8 هنا ده ممكن يكون يعني يبقى رايت، وبعد كده كله ليفت بقى. يعني كرونو ساينس اصلا بادي من الرايت سايد، فاتح في الرايت اتريوم، بيدرين الرايت اتريوم، وبيمشي المسافه كلها
في الليفت اي في جروف. خلاص فعندك 9 10 7 8 5 6 لحد 1 2. فلحد 7 8 ده رايت، 5 6 3 4 1 2 ده كل ده يبقى مابد اند ريكوردد فروم ذا ليفت سايد. ماشي، فده هنا هنقول عليه رايت بوست ريسبتور. ايه ليه بقى بوست ريسبتور؟ ما فيش اكسبريشنز الامبليتيود. الامبليتيود يعني ايه؟ هنا كبير قوي. لا عشان لا هو يعني الكورونا ساينس هنا الاتريال سيجنال عند الراجل ده كبيره، الاتريال سيجنال حلوه، القسطره لقطه يعني ربنا مبارك فيها حسب يعني يعني. لكن طيب لا هي جايبه هيتش، هي جايبه تنتوفيت زي ما هو. لا لا قول انها قسطره في الاسم لو انت شايفها على الاقل حتى جايبه ايه ودي قول انها قسطره. لا ما تفرقش. طيب هو الكورونا ساينس هنا بيبقى الاول اي ابييرنس عندنا الترايكاسبيد انيولس هنا والمايترال انيولس هنا، يعني كان الكورونا ساينس هنا يعني هاجينج المايترال انيولس فروم بيلو فروم بوستيريو. يعني انا على القلب هنا كده الاناتومي، ادي ادي الترايكاسبيد انيولس وادي المايترال انيولس اهو عندنا كده، وادي الكورونا ساينس ماشي كده. بس فواحد واثنين ناحيه الليفت لاترال كورونا ساينس 9 و10 عند السبتوم ناحيه الرايت سايد. فبالتالي 7 8 9 10 ده هيبقى ايه؟ يعني لو لو هنا اقرب مكان 9 10 هيبقى ايه؟ او 7 و8 كذلك هيبقى سبتوم ورايت. طب هو بوستيريور ليه؟ لان الكورونا ساينس از ا بوستيريور ستراكشر. خلاص بس يعني ده حته اللوكاليزيشن اللي هي ما ناخدش بالنا بيها قوي، احنا يهمنا الانتراكارديك سيجنالز بس تبقى يعني احنا فاميليار بيها. حد عايز يسال على ايه لحد هنا؟ بالظبط بوستيريور ناحيه الكورونا ساينس طبعا ماشي، ورايت وسيبتر صح ماشي. شفناها دي كويس. ممكن تجي لك يا صندي لا مفيش اتنين كومبلكس ولا حاجه. اه الازرق، الازرق دي مش ار في دي هيس، الازرق دي هيس، ده فيها ثلاثه كمان اي و اتش و في. لكن الار في اللي هي تحت خالص دي الحمراء القسطره اللي لونها ريد دي، دي بتبقى ليها سيجنال واحده اللي هي فنتريكل بس، اللي هي لما بنبيس من الرايت فنتريكل بيبقى ده منظرها اهو، ده منظر رايت فنتريكولار بيسنج وعامله في ديسوسيشن، وادي منظر رايت فنتريكولار بيسنج وعامله في اي اسوسيشن بنورمال سيكونس اوف اكتيفيشن، نورمال اكتيفيشن سيكونس، نورمال في اي كوندكشن اهو، نورمال في اي كوندكشن ثرو الفنتريكولار بيسنج. ما انا ممكن اعمل ار في بيسنج وما يطلعليش نورمال كوندكشن، لا هنا عامل ار في بيسنج وطلع لي نورمال في اي كوندكشن. ممكن واحد زي ما انت يا احمد بتقول ما يبقاش عنده ريترو جريد، يبقى يحصل له اشوف المنظر ده هو ما عندوش اصلا الاي في في اي نود، الاي في نود مش بتوصل، اتفضل الاي في نود مش بتوصل اصلا من تحت لفوق، مش بتوصل من الفنتر، فالبيسنج تحت، البيسنج تحت ديسوشيتد من الاتريال اكتيفيشن. ماشي عرفنا الرايت بوست روسيبتا المانيفست اتريست ماشي. طيب ده هنا يعني افتر ابليشن بتاع الاكسسوري باثوي في نفس العيان. طب ما هو هو بقى ساينس وبقى ريستنج خلاص، بس هنا هنا بقى اول اتنين بيتس هنا لازم احددها بقى. يعني بالنسبه للام دي بالذات هقسم السلايد دي كده اتنين وهقول له ان الفيرست يعني ال تقول له الليفت هاند سايد اللي هو اول تو بيتس كان فيه شورت في اي تايم، شورت اي في تايم اهو، الاي والفي لازمين في بعض اللي هو الامالجاميشن اللي سميناه شورت اي في تايم، وكان شورت استعلى 7 8 9 10 9 10 فين 9 10 هنا اصلا 5 6 7 8 محطوطه فوق اوكي مش مشكله تمام. من ساعه لما البيت الثالثه فتح بالظبط البيت الثالثه والرابعه حصل بقى برولونجيشن للاي في تايم
خلاص يبقى برولونجيشن للاي في تايم من البيت الثالثه. تمام اتفضل. الناس في 2 ويف في اول 2 بيتس، يعني واحده قبل الكومبلكس والثانيه بعد الكومبلكس. لا هي الاسم مالهاش دعوه، ادي اي واتش وفي، وادي اي واتش وفي. هي اصلها ان الهيس بعد ما فتحت بقت الهيس سابقه. اوكي وده الطبيعي. اه ماشي. في خطين ازرق في الويست، خط اخضر اللي هو ده بس نازل من هنا يعني. معلش في اوتو بيتس. اه ما هو ده بس نازل من هنا متدلي بس مش عارف. في قبله خط وبعد خط في الحسبه. قبله خط ده الاي اتش بي، وده الاتش الصغيره قوي دي، وادي الفي اللي ماشيه مع الكومبلكس. وبعدين هو ده مش محور السلايد، يعني محور السلايد هنا الكورونري ساينس. تاني لا مفيش مشكله، عادي عادي، اللي عايز يسال على اي حاجه يسال. برولونجيشن للاي في تايم من الثيرد بيت دينوتنج سكسسفول ابليشن للاكسسوري باثوي اللي هو كان مانيفست، اللي كان مانيفست. ما حدش كمان قال لي ملحوظه مهمه وافتكر بتوع الدكتوراه لازم يقولوها، يعني ملحوظه مهمه جدا بتوع الدكتوراه لازم يقولوها، ان حصل ناروينج في الكومبلكس. ناروينج وديسابيلنس وتسليم. اه قول بقى اي حاجه من الحاجات الحلوه بتاعتك دي. يعني ادي اول اتنين بيتس كان فيه وولف باركنسون وايت مورفولوجي، اختفى اهو خلاص، بقى نارو كومبلكس، بقى من غير دلتا ويف من غير اي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه في السلايد دي بقى يعني هي اكتر يعني حاجه ممكن تتفقوا معاها بالنسبه لي، في اي حاجه ثانيه هتعتبروها وهميه. طب معلش الصوره الهيس كانت المفروض هي نفس البوزيشن نفس المكان، يعني كان في ايه هنا مختلف. اتحركت شويه. لو السلايد ده يبقى اوضح كمان بقى لو عليه ارتيفاكت اكتر على القسطره الصفراء، يعني القسطره الصفراء تبقى ويجلي اكتر من كده، تبقى عارف ان فعلا عليها ابليشن، لان ده ديورنج ابليشن، يعني هنا كان ابتدى مثلا ابليشن مثلا من ضربه من ضربتين من ثلاثه من وات ايفر خلاص، وكان هنا الابليشن اون، كل ده عليه ابليشن، يعني عليه حراره، عليه راديو فريكونسي، فالمفروض ان هو يبقى ايه طالع نازل بالمنظر ده كده، ويبقى اكتر من كده كمان. ده اثناء الابليشن، بمعنى ان اول ضربه كانت لسه بريك سايكل، ثاني ضربه لسه بريك سايكل، ثالث ضربه اي في تايم خلاص طول. لا كده مش ابليشن، كده مش ابليشن. ازاي؟ يعني اتكوت لوحدها؟ يعني ايه اتكوت لوحدها؟ انا قصدي كاوت، بس قصدي يعني مفيش بقى يعني مفيش لا لا، ما هو الابليشن ارتيفاكت ده مش شرط يبقى موجود، فطبعا ما تعتمدش عليه، لكن لو هو موجود يبقى اوضح. يعني السلايد دي لا، ده كان اون ابليشن، هنا ده كان كل ده ديورنج ابليشن. اه كان ديورنج ابليشن، وده ارتيفاكت بس بسيط، بس بسيط ولكن بسيط. لكن هو يعني الارتيفاكت يا جماعه ما نركزش معاه، ما نركزش، مش موضوعنا، لكن هو موضوعنا ان هنا اول 2 بيتس هنقسم الشاشه هنا نص، هنا 2 بيتس بريك سايتد، وهنا 2 بيتس مفيش بريك سايتيشن. سيبك من الابليشن، سيبك من الابليشن خالص، انسى الابليشن، خليك في الفايندنجز. الفايندنجز اللي قدامي انا كواحد اهو لسه ما اعرفش اي حاجه في السلايد دي، انا شايف ان اول ضربتين غير اخر ضربتين مبدئيا كده، يعني اول ضربتين كده انا بشبه عليهم غير اخر ضربتين. الفي تايم هنا حاجه وهنا حاجه، ايه اللي حصل بقى هنا في اخر ضربتين؟ وده انا مش بس كده، ده كومبلكس كمان. اه الكومبلكس كمان ايه بقى نارو، والسليرنج ضاع، والاي في تايم طول من الثيرد بيت، يعني الثيرد والفورث بيتس اكزهبيتد ديسابيرنس اوف ذا اكسسوري باث واي، ديسابيرنس للولف للولف باركنسون وايت مورفولوجي، برولونجيشن للاي في تايم دينوتنج سكسسفول ابليشن للاكسسوري باث واي. الاكسسوري باث واي اللي هو كان فين؟ اللي هو كان الدكتوراه بقى ممكن يبقوا ايه يتطرقوا ان هو رايت بوسترو سيبت بس كده. نسال على ايه تاني قبل ما نتطرق لحاجه تانيه؟ ماشي السلايد الشهير بقى بتاعنا بقى اللي هو هيجي للماستر، اللي هيجي للماستر ده جاي بقى، ده جاي هو اللي هو بحيري كان لسه بيكلمني عليها قبل المحاضره، قال لي كلهم عصيان فوق بعضهم. بالظبط يعني اللي هو اهو ايه في على بعض، ايه في على بعض، ايه في على بعض، كل دول ايه وفي مع بعض، هما سيمالتينيس اكتيفيشن
من الاي في نود للاتريوم والفنتريكل في نفس الوقت. ادي الاي في نود فيها ري انتري خلاص سلو فاست تيبيكال اي في نارتي اي في نودال ري انتران تاكيكارديا ليها سلو باثوي وليها فاست باثوي. يعني هي الانتي جريد سلو باثوي والريترو جريد ليمب هو الفاست باثوي وماشيه في ري انتري وعامله الاي في نود دي لوحدها فيها ري انتري ولو شلنا منها الاتريوم والفنتريكل عملنا لهم ديسكشن من الهارت الري انتري شغال بس هي بتعمل سيمالتينيس اكتيفيشن لبوث اتريوم وفنتري فهي مش معتمده على وجود الاتريوم ولا الفنتريكل بس هي بتطلع بتميت السيجنال يعني يعني ايكوال تايم بالنسبه للاتريوم والفنتريكل عشان كده الاي والفي بيجوا تقريبا على بعض على طول فبيحصل فيري شورت في اي تايم في كل ال في كل الكورونري ساينس وفي كل الهيس وفي كله ايه تاني يعني ما بتتغير لا بتتغير شويه الهيس عشان الهيس اخر اثنين نازلين في بعض هم دول بس مفتوحين شويه يعني باينه اكتر في الكورونري ساينس يعني بالظبط هي باينه اكتر هنا في السلايد دي في الكورونري ساينس يعني نحفظ شكل الكورونري ساينس من السلايد دي بس نحفظ شكل الكورونري ساينس بسرعه هي خاصيه كده هي دي بتيجي في المسا كده دي بنفس المنظر انا خايف تجي لك انت في الاخر وربنا يستر ايوه ما تنساش مش هننزل المستوى ده ليه تيجي بالنار كده لا قول طيب اوصف بس اوصف كده يعني خش كده على السلايد كده وانت ايه اسال نفسك السؤال المعتاد انا فيسنج لا انا مش فيسنج انا في ساينس طب انا مش في ساينس طب انا في تاكي كارديا انا لسه هشوف بقى دي 200 تاكي كارديا 200 سويت 200 شورتست في يعني 9 اذا كان بس يا جوده بالراحه علينا انا انا يعني انالايز معانا واحده دلوقتي السلايد دي اللي انا في ساينس صعب اكون في ساينس يعني على سويت 200 ده غالبا تاكي كارديا ايه تاني يقول ان انا مش في ساينس دكتور علياء ان مش كل ايه بعدها في هي فين الاي والفي ده الفي ده الفي قبل الاي الفي اي يبقى تاكي كارديا على طول يعني في اي في اي هتبقى ري انتري تاكي كارديا يعني في اي في اي في اي اهو في ايه في صغيره في الكورنر سايلنس ودي جنبيها ايه تمام ما هو انا السلام عليكم السلام عليكم ازيك لسه صامتين صامتين بتطلع على تكتب دكتوراه ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير كده بتزوقها ولا نور ولا نور خدني صوره حلوه كده انا نزلت لكم الصور دلوقتي الدكتور خالد علي متفضلا هيراجع لكم كلينيكا دلوقتي لا حرام عليكم ده فطسان خالص طيب دلوقتي تراجعوا كلينيكا الاختيارات دي ديمقراطيه بحته اللي عايزها تقدر النهارده يا خالد انت قربت تخلص هو قرب يخلص طيب الاربع الجاي يرفع ايده النهارده يرفع ايده دلوقتي ما هي هيمشي وهو يكمل طيب الاربع الجاي يرفع ايده اربع الخميس حسب الخميس بكره الخميس بكره لا خميس بكره لا خالد قرر يا خالد سبت مثلا ولا انا بدي الاختيارين دول بس ها الاربع الجاي ولا الاربع الجاي يرفع ايده الاربع الجاي الخميس الجاي الاربع الجاي الكلينيكال عايزين ايه تاني عشان هنشطب الكلينيكال هتقعد معاهم قد ايه يا خالد وتجي لهم الساعه كام لا اللي هم دول ديمقراطيه
10 10 ده اسلوبكم ايه؟ ده اسلوبكم ايه في المراجعات عايزينه؟ سيتي ما تخطوش؟ لا لا مرة ايه خطوه المرة اللي فاتت؟ مين خالد مين بيراجع سيتي كل مرة؟ انا مش فاكرة مين اللي عمل معنا مراجعات سيتي المرة اللي فاتت؟ ايه؟ عمرو منصور ده بنقدر عليه ممكن ممكن مكلمة عمرو منصور دلوقتي؟ لا عمرو كان معايا في كنترول كنا عايزين في حاجة لا يعني مش كان جاي يكلم ماي هتكلمه مش هرد عليه ممكن يكون رجع افتكر ان انت بتسأله عن النتيجة لا لا مفيش نتيجة واحنا نعرف نتيجة حد انا اعرف نتيجة حد ولا اعرف لا طلعت ايه هو احنا لسه سلمنا كنا بنسلم الورق ما هو لازم احنا نسلم الورق عشان نتيجة يعني عد من النهارده كده اسبوع ايوه مش لسه مسلمينهم الورق طيب دلوقتي الاربع الجاي باذن الله خالد علي كلينيكال من 10 12 وانت هتكلم خالد عمرو منصور هيعمل لكم سي تي بس ده دكتوراه الماجستير ممكن ينصرف بس نبقى ساعه عشان عمرو يكمل بعديها عشان انت يا ابني بقى ما بتصومش معانا ولا ايه بقول عشان بس واحده ها خلاص كونفيرم يا خالد يلا خد صورنا انت مالك فصل كده ليه؟ لا ده انا والجو بتاعي طب بس هات الشاشة دي عشان دي اكل العيش هات الشاشة اللي فوق يلا اقعد اما صورك انا انزل يا يحيى وقف معانا هنا والله صورة في منتهى الجمال فوق كده هجيبكم اللي على اوعى شيل ايدك من على وشك استنى قاعدك ايه يا زياد احمد ربنا انك قاعد القعده دي غيرك كان يتمناها يلا عارفين احنا يعني ايه مدلعينكم قوي فاتمنى انكم تكونوا قادرين قدر المسؤوليه وتذاكروا واللي عنده نفسه في اي حاجه يقول احنا بنلبي طلبات الجماهير ده اسمه هنا العلم بالبيبرونه هي دي يلا سلام برونا ماشي يلا يا جماعه نكمل احنا هنا بس عشان دكتور بحيري بس حبل افكاره ما يتقطعش هو كان ماشي في السلايد دي بسيستم معين دخل عليها سأل نفسه السلايد دي ايه بحيري قال ده الشكل مش ساينس يعني ده على سويت 200 وبعدين الفي تسبق الاي فشكلنا مش ساينس طب هل يمكن بيسنج يمكن رايت فنتريكولار بيسنج هو اللي عامل في ايه بس ما فيش بيسنج سبايك ولا ترابيزات ولا حفر ولا اي حاجه طب احنا ايه طيب هل ايفي النارتي انا شايفها طويله شويه على انها تبقى يعني الكومبلكسات حتى السيرف سي سي جي مش ماشي مع الايهات خالص يعني السيرف سي سي جي اهو مش ماشي مع الايهات اهي يعني لو ايفي النارتي كانوا هيبقى كله سطر بقى صيان فوق بعضها طب بس احنا كده ابتدينا نقرب يعني شكلنا كده في تاكيكاردي تاكيكاردي دي ايفي النارتي ماشي دي تاكي كاردي خلاص ده عندي 5 في الشاشه واللي سويت 200 صح يا جوده ولا ايه صح يا باشا 5 ضربات في الشاشه يعني كتير ولا انت طيب تاكي كاردي والتاكي كاردي دي في اي في اي في اي في اي في اي طب توريني فين الفي بالظبط الفي اللي هي الهامبي دي عارف ولكن الايه هي المسافره فوق دي خلاص ادي الايه ادي الايه طب حلو قوي اوكي طيب على سويت 200 هتتخيل كده يا بحيري بذكائك الخارق ان ده نارو كومبلكس ولا ما تفهمنيش صح ده نارو كومبلكس ولا وايد كومبلكس لا ده نارو كومبلكس على سويت 200 يا بحيري عمال اقول لك على سويت 200
طيب يبقى دي يا جماعه نارو كومبلكس تاكيكارديا. شوف لازم تحترم رسم القلب يعني اهو نارو كومبلكس تاكيكارديا. هتقول لي منين نارو كومبلكس ده رسم قلب من داخل القلب؟ لا اهو ما جايب لك 2 سيرف سي سي جي خلاص. فده نارو كومبلكس. لان الوايد كومبلكس بقى على سويب 200 ده هتلاقيه شارع يعني هتلاقيه فعلا بمعنى الكلمه انت ممكن تمشي جواه الكومبلكس خلاص يعني خلاص. فده نارو كومبلكس تاكيكارديا وسيكونس اوف اكتيفيشن اللي هو الايرليست ريترو جريد ايه على 9 و10 كورونري ساينس. تاني هو لو يعني حتى لو الخط الابيض ايه الخط الابيض ده اللي هو ده بعد الفي بعد الجي لا ده بس علامه كده كان حد بيقيس حاجه ف ده خط بيقيس احنا بيقيس يعني قصدي مش سيجنيفيكانت الحاجه ما لا ملحوظه كويسه بس هو مش سيجنيفيكانت الحاجه لا صح هو ما هيقعد يتكلم على الخط وينسى اللي يقول يعني فين الشورتس بي ايه وتاكيكارديا ولا لا ايوه بالظبط شورتس تي في ايه وتك طيب عندنا برضو في فيو ايه على الهس بس الايه بتاعت الهس بعيده خالص يعني برضو عزه الفي ايه موجوده على الهس يعني دي في ودي ايه دي في ودي ايه بس الايه بتاعت الهس محذوفه بعيد فاذا ده اكسسوري باثوي وبعيد عن الهس هو ناحيه اي في ار تي وفي التاكيكارديا دلوقتي والايرلي ستريترو جريد ايه اللي هي الشورتست في اي تايم بلغه اخرى لو انت عايز تعبر بكلمه ان الفي اي تايم قصير فين على 9 و10 او اسبق ريترو جريد ايه بعد الفي يعني على 9 و10 كورونري ساينس اسبق يعني جايه بدري صح؟ هيعمل لوكاليزيشن يعني في حته المسطره يعني بس هو اللي كان ممكن هو كان عايز يقيس او حاطط خط بس ان 9 و10 اسبح حاجه ماشي بالظبط او الايرلي ستريترو جريد ايه على 9 و10 يعرف الكلمه دي منين من الخط الابيض ده اللي ملوش اي معنى هنا في الشاشه بالنسبه لنا غير بس عشان الحته دي هو حاطه بس يعني حاجه للقياس لكن حتى بعيننا مش لازم انا مش معتمد على الخط الابيض في حاجه انا معتمد على كل البيتس الخط الابيض اللي هو طب انا مضطر امشي ما عادي تقريبا ماشي خلاص تاني يبقى دي تاكيكارديا نارو كومبلكس خلاص الشورتست في تايم على 9 و10 9 و10 كورونري ساينس ده اللي هو مكانه ايه؟ رايت بوستر ريسبتور سيزون باثوي هو اللي عامل التاكيكارديا دي ماشي بصوا في السلايد شويه كده قبل ما اقلبها يعني لا من باب بس ان احنا يعني بنشوف الفي اي فين والشورتست في اي فين وان الاي بتاعت الهس بتبقى بعيده يعني ايه يعني مش لحمه فيها يعني بمعنى انها الايهات بتاعه الكورونا ساينس كلهم سابقين الاي بتاعه الهس دي اسمها ريترو جريد ايه ودي اسمها ريترو جريد ايه اللي هي بتمثل لي الريترو جريد بي بتاعه السيرف سي سي جي ماشي اللي هي اللي جايه بعد الفي اوكي طيب الفاينل دايجنوزس هنا انت كيكارديا بس اهم حاجه الدباجه اللي انت اهم حاجه الدباجه وان احنا هنقول الاول ان تاكيكارديا ده لوحده مثلا عليه نص الدرجه تعالي بقى نكمل بقى يعني نكمل ناخد ديب دايف بقى ديب دايف في الاناليسز اللي جوه ان فين بقى الامالجاميشن فين اكتر ناحيه 9 و10 احنا عندنا ماستر عليهم لا يعني الام دي اكتر صراحه طيب مهمه للام دي السلايد دي يلا دكتور عصام يلا لا دكتور عماد بقى كان الرساله بتاعته اي اف واتريا الحاجات وبتاع هو الايه اتريا يعني الايت ايت دي ليه اكتوبيك اتريا تاكيكارديا دي انا مش عارف حاجه عن السلايد دي خلاص يا بحيري انا واقف اهو مش عارف اي حاجه عنها لا انا اول حاجه دخلت ايه السؤال الكي كويشن بتاعي ايه ساينس ولا بيسنج ولا تاكيكارديا تاكيكارديا دي زحمه قوي ايوه عشان على ريت 100 على ريت 100 بس جاي بتاع 6 ولا 7 خلاص فكده تاكيكارديا
جميل يا بحيل، جميل يا جودة، ممتاز. ده طلع بمعلومة يعني فوق مستوى الطالب اللي هو ايه بقى، ان هو ان الـ VA time بتاعها اصلا طويل. لا ده في معلومة تانية كمان، ان الايهات مش كتير ولا حاجة، هي كلها EV time طويل. كويس، يعني هي بنسميها ايه؟ لا هي صعب انها تكون ساينس ريزم العادي، ممكن تبقى ساينس تاكيكارديا، ممكن. اللي هي ازاي؟ بص على السيرف سي سي جي، هتلاقي ادي البي اهي، شاور لك عليها، ادي البي اهي، ادي البي اهي اللي هي كل الحته دي البي، بتبقى ديفيوز شويه، مش هنقدر نحددها قوي غير الكومبلكسات نقدر نحددها كويس، وماشيه مع الفيهات اهي. وادي الايه اللي هي ماشيه مع البي ويف، وادي الايه اللي ماشيه مع البي ويف، وادي الايه اللي ماشيه مع البي ويف، وادي الايه ماشيه مع البي ويف، وهكذا. طيب يبقى التاكيكارديا دايما بنعبر عنها في اي تايم، ادي الفي وادي الايه، او ادي الفي وادي الايه. طب الفي اي تايم الطويل ده يبقى ساينس تاكيكارديا او اتريال تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوستس. يعني في التاكيكارديا عاده بنعبر عن الكوندكشن ب في ايه، لو هي اكسسوري باث واي ما انا عارف، واللي فاتت ما كناش عاملين بيسك بجد تاكيكارديا، وكنا بنقول في ايه عشان البي كان جاي قبل ايه. طب ما يمكن الايه اللي فاتت كانت هي اللي جايه قبلها، هي كانت ري انتري. ماشي ما لقيت يا تاكيكارديا والفلاتر دول زي الفول والطعميه بالظبط، هي تشبيهه كده بالظبط. سبيكترم اوف ديزيز فمعلش، فدي لو السلايد دي بقى عشان تجيلنا بقى وتبقى يعني محترمه اكتر عن كده، تبقى ليها ديفينيتيف دايجنوستس لوحدها، يبقى الايهات اسوشيتد كمان واكتر من الفيهات. لو الايهات شكل الاي ويفز اكتر من الفي ويفز، هنا اسوشيتد كويس، يعني هنا العلاقه ما بينهم 1 تو 1. نعم، لا مش فلاتر ولا حاجه، تبقى الريد ده مش بتاع ريد فلاتر. لا الايهات تبقى اكتر من الفيهات، تبقى اتريال تاكيكارديا فيرسس فلاتر، ما فيش مشكله، بس الاتريال تاكيكارديا هي البرود سبيكترم اللي هو متفرع منه الفلاتر. بالظبط، هي متفرع منها الفلاتر، والفلاتر ليه ريت مخصوص. ماشي، ما تمشيش ليه اتيبيكال ايفين ار تي، علشان دي ما تمشيش، يعني ان احنا هل ده يعني ممنوع انه يكون اتيبيكال ايفين ار تي؟ مش ممنوع، مش ممنوع. بص هقول لك قاعده، لو في التاكيكارديا لما تكون نارو كومبلكس و1 تو 1 ولونج اي في تايم، الثلاثه دول هتشمل كل حاجه، يبقى انت كده ما حددتش اي حاجه. اللي هي السلايد دي، نارو كومبلكس 1 تو 1 لونج في تايم، زي ده بالظبط، بس احنا بنقول الاقرب، يعني الاقرب في السلايد دي انها هتكون يا اما ساينس تاكي يا اما اتريال تاكي بس، لكن هي مش ممنوع انها تبقى تكون اتيبيكال اي في نود، اتيبيكال اي في ان ار تي. لما تكون التاكيكارديا لونج في تايم اللي هي لونج ار بي، وتكون 1 تو 1 كوندكشن، وتكون كونسنتريك بالمنظر ده، ونارو كومبلكس، تشمل كل شيء. كل شيء يعني معناها ايه؟ اي في ان ار تي اتيبيكال، واي في ار تي، واتريال تاكيكارديا. ماشي؟ طيب حلو، اول حاجه انها تاكيكارديا، انا مبسوط من ايه؟ من الدخله دي. ماشي، ما احنا هنخش على السلايد بقى على طول، سيبك من الدايجنوز اللي فوق، احنا هنخش على السلايد. ماشي، لانها تاكيكارديا. اوكي برافو.
بالظبط لان تاني يبقى صح. بيقول اي كلام وهو قاعد في الاخر معاه زي بعض. نفكر واحده واحده قول لنا بقى نفس التفكير اللي هو ده تاني بس ايه يعني من الاول بقى من الاول يعني. هات فلاش باك كده. اول حاجه السويت 100 بس السلايد زحمه قوي. دي ساينس ولا تاكيكارديا ولا بيسنج؟ تاكيكارديا. وعندنا في اي تايم اهو على الكورونري ساينس شايفينه بوضوح حلو قوي. طيب في امالجاميشن ولا مفيش؟ في امالجاميشن. يعني ده مش يعني مش النورمال اكتيفيشن العادي. لا ده في امالجاميشن هنا. الامالجاميشن ده فين بقى؟ لا مش 9 و10 9 و10 اهم 1 و2 اهم في ايه. بصي هنا وبصي هنا تاني. ادي في ايه ادي في ايه هنا وادي في ايه هنا. منطقه 1 2 3 4 5 6. بصي 5 6 عامله ازاي. الفي ايه اولموست مفيش ما بينهم بيز لاين. يبقى كده في اكسسوري باثوي هي اللي عامله التاكيكارديا دي. يبقى نقدر نقول على دي تاكيكارديا ميديتد باي اي في يعني اي في ار تي ميديتد بي ليفت لاترال اكسسوري باثوي. يبقى دي اي في ري انترنت تاكيكارديا ميديتد بي ليفت لاترال اكسسوري باثوي. ادي الديفينيتيف دايجنوز. ماشي يا بحيري؟ تمام. هو ليه اورثودروميك وليه انتيدروميك؟ علشان نارو كومبلكس بيكون اورثودروميك. يعني ايه كلمه اورثودروميك؟ يعني ماشي في الايفي نود من الاتريوم للفنت. ماشي في الايفي نود يعني من الاتريوم للفنتريكل وراجع العكس. تحب تضيف حاجه يا عماد؟ انت عايز تمشي. انت عايز تمشي. الله الله. يلا عماد رسالتك ايه؟ بس مش دي رسالتك قوي الصراحه. هو يعني حتت بري اكسايتد وحتت لا فسيبك بقى. السلايد اللي بيبقى فيه كورونري ساينس اكتيفيشن مش اخبط بالمنظر ده. كورونري ساينس اللي هو بيبقى الايهات كيوتك يعني اكتيفيتي كده وبيظهر وكلها مش ماشيه مع بعض وكبير وصغير وكلها شخبطه. يبقى ده اتريال فيبريليشن. دي الاف ويفز او الفيبريلاتوري ويفز اللي تبع السيرف سي سي جي. ده شكل كورونري ساينس الدكتور عليها في الاف. غالبا في حته بقى بري اكسايتد اف بس مش عايز يعني ايه عايز احط في الحته دي يعني مخوض فيها لان الاف كان نازل نارو كومبلكس عادي وريت معين بعد كده جاب 3 وايت بيتس. الوايت بيتس دي غالبا الاف ده بقى كان نازل على اكسسوري باثول يعني اللي هو بري اكسايتد اف. هو ايه البري اكسايتد اف ده يا جماعه بينزل سيرف سي سي جي سلايد لكل بتوع الماستر. بري اكسايتد اف اللي هو اسمه ايه فاست برود الريجولر تاكيكارد اللي هو الاف بي اي يعني فاست برود الريجولر. خلاص هنا نفس الكلام. هو في حته من السلايد دي بقى فاست وبرود والريجولر هنا خلاص. فبقى بقى ده بقى بري اكسايتد اف. ولكن ده بقى يعني الانتراكارديك كاونتر بارت للاي اف عموما اللي هو الايه اللي هو الشكل ده على الكورونري ساينس. تمام. وده بيجي كتير برضو يعني بيجي كتير في الانتراكارديك بريك سايتد اف. هو ده مش هنقول عليه بريك سايتد اف هنقول عليه اف عادي. ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان نقول ايه اف عادي. انا شايف كده برضو سيمبل عشان نخرج. انا شايف برضو زيك كده. ايوه خلينا سيمبل زي انا نفسي تتواصل انت بالقصيه دي. نعم. مفيش بقى ده كل دي ايهات. كل دي ايهات على الكورونري ساينس. الفيهات اقول لك فين اللي هي دي اللي ماشيه مع كومبلكس ودي اللي ماشيه مع كومبلكس ودي اللي ماشيه مع كومبلكس ودي الشخبطه بقى بتاعت الكورونري ساينس دي الفيبريلاتوري ويفز.
ملهاش سيستم، ملهاش اورجانيزيشن، حاجات ديس اورجانيزد وبيزار. شوف كده معايا عماد السلايد ده. السلايد ده يعني بطريقه انتراكارديك تريسنج. ايوه. وعندنا فيه وايد كومبلكس تاكيكارديا. ماشي، حلو الكلام ده. يعني الكونكلوجن ده نفسه ممتاز. تاكيكارديا وايد كومبلكس. لان اول حاجه عينك هتيجي عليها ده، انت حتى وانت بتقول الدباجه الاولانيه ان انا عندي 3 ليدز من السيرف سي سي جي. اه 3 ليدز في زي ما يكون في ديسوشيشن واضح يعني. لا هو في ديسوشيشن. طيب احنا هنا عندنا في، وهنا عندنا ايه، وهنا عندنا في، وهنا في ايه، وهنا في، وهنا ايه، وهنا في، وهنا ايه، وهنا في، وهنا في. لصالح مين بقى ديسوشيشن ده؟ فيهات ولا فيهات؟ لا الفيهات اكتر. الفيهات اكتر من الريحات. اه يعني مادام الفيهات اكتر اكيد هتبقى في تاك صح. لو الايهات اكتر تبقى اتريال تاكيكارديا. يعني نتخيل تاكيكارديا فيها الايهات اكتر يبقى ايه؟ يبقى اتريال تاكيكارديا. تاكيكارديا فيها الفيهات اكتر ديسوشيتد لصالح الفنتريكل تبقى ايه؟ فنتريكولار تاكيكارديا. عندك 7 في، عندك 7 في، وعندك 4 ايه؟ 7 اكبر ولا اه حط الصغير في مخك والكبير على ايديك وعد بقى. عارف الالوان الاول ولا ماشي؟ بس ده سلايد فيتاك. يعني احب اقول لكم انها يعني انا نفسي كان عصام او عماد يسالوني سؤال ان الكومبلكس مش وايد قوي، فنتناقش في الحته دي. الكومبلكس ده على سويب يعني حتى ده بحيري، يعني بحيري بيتساءل بس مكسوف يسال. يعني عايز اقول لك ايه، اما هي فاسيكل بس الكومبلكس واي يعني مش نارو عشان رايت باندل. رايت باندل هي واخده الفي 1 اهو، شايفين الفي 1 عامله ازاي؟ في 1 اهي طول اهي، فرايت باندل. تمام، برافو يا بحيري، برافو يا ايوه هو مش حاسه دي بقى هي اللي. يعني الخلاصه ان لما تكون وايت كومبلكس تاكيكارديا وفيها في اي ديسوسيشن دي خلاص دايجنوزد ديفينيتيفلي از فنتريكولار تاكيكارديا، بس مش عايزين اكتر من كده. حد عايز يسال في حاجه؟ مالك اي حاجه اسالي، يعني مفيش مشكله. ده سلايد على بياض بقى، حط السلايد اللي انت عايزه. يا عم ده كمال الدين مش عارفه. تاكيكارديا طبعا زي ما الدكتور عزه بتقول، ومنظرها وايت كومبلكس. كارتو ده يبقى ايه يعني؟ وايت كومبلكس وبنعمل لها كارتو، ده اكيد فيتاك يا جماعه، اكيد فيتاك يعني. ممكن تيجي للماستر كده بنفس الاثنين سلايدز جنب بعض. هي تاكيكارديا وايت كومبلكس، هنحاول ان استنتج شويه انها فيها في اي ديسوسيشن، الايهات والبيهات مش يعني انا شايف اي وفي. طب هنا اي في، طب فين الايه بتاعتها اهي؟ طب هنا في، طب هنا فين الايه؟ معرفش يعني الايهات والبيهات ما بينهمش 1 تو 1 ريليشن شيب. ماشي؟ طيب طيب هو واضح ان دي بالنسبه للام دي هتقول عليها فولتج ماب، عشان هي معمول مفتاح الخريطه بتاعها بالملي فولت، فدي فولتج ماب واللون الاحمر في الفولتج ماب بيفيد وجود سكار طبعا. وادي الوش السمايل فيس ده وش الراجل، يبقى هنا احنا باصين انتروبوستيريور بس.
دي ال ام دي. المهم ده كارتو اللي هو اسمه 3 دي مابينج او الكترو اناتوميك مابينج. ما اقدرش احدد مكان السكر الواحد. الصوره دي لوحدها هيبقى صعب، عايزه حاجات تانية. بس هي الصوره دي، ادي القلب اهو، القلب اهو زي ما هو باين هنا. فهو يعني هي ليفت سايد، ادي القلب اهو، احنا باصين من الار اي او، هو كاتب لك فوق ار اي او بس بالصغير، وادي القلب المفروض في الار اي او فيو. خلاص، فالسكار دي ناحيه الليفت سايد. هو الليز بتاعت الاي سي جي دي معلش مش باينه. بس مش حاضر طبعا احكم على الكارتو في ال 2 دي، يعني يبقى انا لغيت ال 3 دي بروبرتي بتاعه. نعم، الليز بتاعت الاي سي جي دول، الليز بتاعت الاي سي جي 1 واي بي ال واي بي اف وفي 1 وفي 3. يعني في 1 هي واخده رايت باندل، يعني واخده رايت باندل وهي طالعه من الليفت سايد. خلاص، واخده رايت باندل وطالعه من الليفت سايد وايت كومبلكس وفيها في اي ديسوسيشن. تبقى ايه؟ هاب حيري تبقى ايه؟ وايت كومبلكس وفيها في اي ديسوسيشن. يبقى في تاك، يبقى في تاك على طول. ماشي. طبعا عشان في تاك بالمنظر ده وتبقى سستيند بالمنظر ده ويتعمل لها كارتو بالمنظر ده، لازم تكون العيان هيموديناميكلي ستيبل، يعني لازم تكون العيان توليريتنج التاكيكارديا. فهيبقى من موانع الكارتو ان العيان يكون هيموديناميكلي يعني ستيبل والتاكيكارديا سستيند بالمنظر. ماشي، تدي له دي سي بقى، حته من الشغل بقى. حكم الله. مش انت قلت لي عايز وايت كومبلكس؟ ماشي. طبعا هنا في هيوج سكار موجوده، التاكيكارديا دي ليفت باندل وشكلها يعني بتهيألي كده الاحساس الشخصي انها اريزموجينيك ار في ديسبليز، عشان في هيوج سكار ناحيه الرايت سايد، وادي الرايت سايد اهو قدامي اهو في القلب الصغنون ده المودل ده، وش الراجل باصص لي كمان، يعني اللي قدامي ده هو الار في، وبعدين التاكيكارديا طالعه بليفت باندل. ليفت باندل تاكيكارديا يعني طالعه من الرايت فنتري. والله حسب ما ربنا يجود عليك بقى، يجود حسب يعني نعم. جايب السيرف سي سي جي دايما في الفي تاك، بنعتمد كتير قوي على السيرف سي سي جي. اللوكاليزيشن بيبقى مهم قوي في السيرف سي سي جي بتاع الفي تاك. مش عايزين اكتر من كده في الفي تاك، مش عايزين نقعد نتكلم كتير. طيب عايزين بس ان ناخد الحاجات المهمه، احنا خدنا اغلبيه الحاجات المهمه. دونت بي شاي، دونت بي. طيب انا مش عارف، انا هشوف معاكم كده واحده واحده. يلا قول يا عماد. تمام. بالظبط، فور ديفرنشال لونج ار بي ده يشمل ساينس تاكيكارديا، يشمل اتريال تاكيكارديا، حاجات كتير. بالظبط كده. خلاص، فاحنا الاناليسيس بتاع السلايد مهم. احنا في ساينس، لا احنا في تاكيكارديا هنا. احنا في... نعم، لا ليه في كورنر ساينس مش جايبه اي او في؟ مكتوب عليها ار اي. ما هي مكتوب عليها ار اي، معلش دي يعني انا حاسس يعني تمام. بس سيبك من المكتوب، ولو ان قرايه المكتوب يا جماعه مهمه برضه، يعني يعني كنوت ان قرايه المكتوب مهمه، بدليل ان انا بقرا له في السيرفيس اي سي جي هو جايب لي ليدز ايه. بس هي الاثاره الخضراء اللي هي جايبه اي في، يبقى هي كرونال ساينس. لا، الاي كبيره والفي صغيره، الفي اللي هي ماشيه مع الفي، ماشيه مع كل الفيهات، ماشيه مع كل الفيات اللي في الشاشه، تبقى هي دي الفي. صعب بقى يا دكتور، هتصعب علينا ليه بس يا دكتور احمد؟ مش في تاكيكارديا ولا في بيسنج، هو ساينس فعلا، هو ساينس. خلاص، بس بقى ده الساينس نود، يعني ده الساينس اكتيفيشن الطبيعي ولا في اكسسوري فيها امالجاميشن في حته؟ هو ده بقى الكلام.
واحد اتنين تلاتة اربعة وحتى خمسة ستة اقرب من سبعة تمانية اقرب من تسعة عشرة يعني احنا عكس الطبيعي. اوكي. وطيفر قريب الهيس وقع في الار في ممكن تكون هي ماشي بس احنا بقى يعني دلوقتي ابتدينا ان احنا نبقى يعني الاناليسيس ابتدى يبقى ايه سيستماتيك اكتر. ايه ده يا جماعه؟ الله هي دي الترابيزه الترابيزه اهي اثنين كل دي ترابيزات دي معده الرحمن بيرست بيسنج من الار في عشان الماكسيمم سبيسنج سبايك ارتيفاكت على الار في كاثيتر. اتفضل. نعم اللي فاتت اللي فاتت كانت ساينس مش بيسنج ولا تاكيكارديا بس كان عندي A و V امالجاميتد عند 1 و 2 و 3 و 4 مش واضحين قوي هتلاقي 5 6 اقرب من 7 8 اقرب من 9 10 ال A V time خلاص ده في الساينس بس فده زي ما يكون manifest pre-excitation بس left battery دي بقى بيسنج سبايك من الار في موريانا ايه بقى بالظبط بالظبط دي في ديسوسيشن خد بالك كده في حيني انا بصيت اول بيت لقيت الايه والفي طب قلت يمكن هي اصلا الاسطره مش كابشرنج يعني مش جايبه ار في بيسنج صح لا ده هي جايبه ار في بيسنج بالسيرفيس اي سي بدليل السيرفيس اي سي جي ده عامله جود كابشر طب هنا البيسنج اللي بعدها جايب جود كابشر بس في ايج هنا وبعدين في من غير ايه او الايه بتاعتها جايه في البيت اللي بعدها وبعدين في من غير ايه وبعدين في ايه على بعض يبقى ده في ايه ديسوسيشن الشكل ده يقتضي ان ما ينفعش يكون معاها اكسسوري باثوي ممكن يكون بوست سكسسفول ابليشن لاكسسوري باثوي ممكن يكون في الانيشال اي بي ستادي ان العيان ده ما عندوش اكسسوري باثوي باعتبار ان هو ما عندوش ريتروجريد اي في نودال كوندكشن ماشي طيب حاجات بسيطه قوي كده باقيه نعم ار في بيسنج واي في ديسوسيشن بس هنوصف الاول وبعد كده نقول ان احنا شايفين بيسنج سبايكس على ستارت الار في وان سيكونس اوف اكتيفيشن اي في ديسوسييتد الاي ديسوسييتد من الفي بس شوف حاجه بسيطه كده ثانيه شباب الدكتوراه قول يا ريس قول هي السلايد بقى بتيجي بالظبط زي كده سوري طيب انا فتحت حاجه ثانيه جميل مريح اهم حاجه الراحه تمام بس اللوكاليزيشن فلت منك مش مشكله طيب هي دلوقتي اوكي خمسه وسته خلاص خمسه وسته ده اللي هو فيه هنا على الكروموسوم يعني احنا الحمد لله مستوانا تقدم لدرجه ان ايه بنتفاوض فين المكان هي بس الاول بسم الله الرحمن الرحيم دي تاكي كارديا مبدئيا خلاص ونارو كومبلكس مفيش مشكله خلاص انا مش شايف بيسنج خالص ده تاكي كارديا وطبعا السويت 200 فوق عشان كده قلت التاكي كارديا والفي اي كوندكشن انا شايف اكسنتريستي على الكوروناري ساينس الاكتيفيشن سيكونس متباين التباين ده فين بقى هنا نورمال ولا اب نورمال اكتيفيشن لا اب نورمال هو منطقي ان يكون 5 6 كده اقرب في اي تايم ده هنا في امالجاميشن واضح على في على كوروناري ساينس 5 6 اقرب حاجه يعني ادي 7 8 ادي 9 10 1 و 2 و 3 و 4 شايفينهم خلاص والهس محدودة خالص ادي الايه بتاعتها بره تماما بعيده عن كل الايهات بتاعت الكورونا ساينس ادي الفي وادي الايه بتاعت الكورونا ساينس دي الفي وادي الايه تاكيكارديا كلها في اي في اي في اي ري انتري خلاص طيب
فهنا 5 و 6 ده هو الامالجاميشن عليها. 5 و 6 ده هنا بنسميها ليفت وبوستيريور. الكروني سانس بيكون بوستيريور وبتكون ليفت. احنا اتفقنا ان الرايت لحد 7 و 8 بس، يعني 9 10 7 8 دول اللي هم مابد وريكوردد من الرايت سايد. ماشي يا عصام؟ لا تمام، عايزين يعني ان بس ان نعمل لك ايه، نعمل لك اي برين ستورمنج بس. عايزين معايا. حاضر يا باشا. ماشي. اي سلايد زي كده ما نتخضش، نقسم الشاشه اتنين، في نص كده ونص كده. الكرمشه دي بتاعت الابليشن، الكرمشه دي بتاعت الابليشن. ده كلام جميل. اه والله صح، ده اسمه بيسنج اند ثيرمال، ثيرمال ارتيفاكت، وحتى عامل ميكانيكال ارتيفاكت. بصوا على حتى الالكترودز بتاعت رسم القلب وعلى كل حاجه، خلاص عامل ارتيفاكت مؤثر على كل شيء. نعم تمام. هي نفس التاكيكارديا اللي فاتت يا عصام، بس فتح ليه بقى؟ لان جت هنا الفي ايه، الفي هنا من غير ايه كو، خلاص كو، يعني هنا في ايه في ايه في ايه في من غير ايه. فالسيركت فالسيركت السيركت كانت انتربتد هنا، والتاكيكارديا ترمينيتد. هنقول نوصف نقول التاكيكارديا ترمينيتد والسيركت انتربتد، ودي ساينس بيت اهي. خلاص بقى ساينس بيت، ساينس بيت اي في بقى عادي خالص بي. تمام. مش بس فتحت يا جماعه، ده التاكيكارديا ترمينيت فتحت. ده لما نكون بنكوي في الساينس، لما نكون بنكوي في الساينس نقول الاي في تايم كان كده بقى كده. بي بي من غير ايه يا جماعه؟ دي التاكيكارديا ترمينيتد، يعني واحنا بنكوي في الساينس هيبقى التارجت بتاعي انها تفتح لو هي مانيفست زي اللي خدناها قبل كده. الفي اي تايم يطول، لكن هنا انا بكوي في التاكيكارديا، الاند بوينت ان التاكيكارديا تبقى ترمينيتد زي ما حصل هنا. حصل ابورشن او ترمينيشن للتاكيكارديا، وجت بيت في سيجنال وذاوت اي سيجنال. اوصف اللي انت شايفه ما تتكسفش. وادي الفيهات اهي، وادي جت الفي من غير الاي. بصوا كان كل في بعدها ايه، كان كل في بعدها ايه، او بلاش كان كل في بعدها ايه، دي جت الفي من غير الايه بقى اللي بعدها. خلاص والتاكيكارديا اتقطعت وخلاص ايه بقت ساينس. تمام اوكي. اللي بعد كده ده طبعا، ونكتب ان ده اثناء الابليشن زي ما اضاف لنا الدكتور عليها، ان دي الكرمشه بتاعت الابليشن. ما هو بيبقى فيه كرمشه عشان نكوي بقى، يعني لازم يبقى شغل المكوجيه ده. طيب ده ايه ده؟ ده كنا بنتكلم على السلايد دي قبل المحاضره. ماشي تاكيكارديا موافق. نارو كومبلكس لا، هي هنعتبرها لونج ار بي، لان هي مش على بعض، يعني في فرق ما بينهم على الاقل 70 ملي سكند. يعني الشورت دي بتبقى شورت قوي. غير الشورت، غير اللونج ار بي في الانتركارديك تريس. اتفضل يا دكتور. لا قول يا دكتور احمد بس الحته بتاعتك دي، قول له بس الشورت واللونج ار بي، نسمع بس التعليق بتاعه. اللونج ار بي في اسمه ده في الاي سي جي غير اللونج ار بي على اسمه ده انتركارديك تريسنج، بتبقى شورتست حوالي 20 ملي سكند. طيب انا شايف هنا ريليشن شيب شايفها 1 تو 1 ونارو كومبلكس ولونج في تايم. تحتمل كل شيء. تحتمل كل شيء بس هي منظرها ايه؟ انا اقول عليها تقريبا هتطلع ايه؟ وانا اقول عليها كده برضه، منظرها كده ماشي بس منظرها حاجة. في الاخر تكتب بين قوسين موس. براحتك بقى. ده مشهور بقى السلايد ده. لا ده فيري ايزي. ما تقولناش بس فيري ايزي يا عم. قول بس ده. ما احنا بنقول اهو ده اللي الماستر بنحاول نفسر والله. لا مش زيها بالظبط. لا اقول لك اهو، ادي اللي فاتت اهي. اللي فاتت العكس اهي، ادي اللي فاتت اهي. كانت في بعدها ايه؟ في بعدها ايه؟ لكن دي لا، انا شايف هنا اتنين سيجنال ايه وواحده في. فين دي ثانيه؟ فين بقى؟ بص
سلام الجمل ده الايه الفي والكبيره الايه وادي كمان ايه في اي اي في اي اي او مش او بشكل اخر اتنين ايه متوصلين بواحده في اتنين ايه متوصلين بواحده في اتنين ايه متوصلين بواحده في تبقى توت 1 اتريال فلاتر ممكن بس انت يعني الريت مش هتقدر تطلع طالما السلايد الريت لو الريت 300 اللي هو سايكل لينس 200 اللي هي الاي اي انترفال بتكون 200 بيكون ده خلاص ده الريت بتاع الاي فلاتر بيكون على السيرفيس اي سي جي الفي هات ما فيش ما بينها بيس لاين اللي هي سوتوس في الاخر بتبقى سوتوس سوتوس دي ليه عشان البي ويفز مش بينها بيز لاين خالص لكن الاتريال تاكيكارديا بتكون ابطا شويه من الاتريال فلاتر فبيكون ما بين الاي والاي اللي هي البي بي انترفال بيكون فيه بيز لاين لو حد مش شورت كده مش شورت ما دام في ما بينهم مسافه كده تبقى مش شورت ممكن تكون اتريال تاكيكارديا ما احنا عشان كده بنقول لها مصلي اتريال تاكيكارديا لا كلامه صح كلامه سليم كلامه انا فاهم هو قصده ايه انا عارف هو كلامه سليم بس غالبا مش ده الواقع لان دي في بس انا فاهم بس هي غالبا ده اللي بعده اتريال فلاتر زي ما كنت بقول لجوده من شويه الفرق ما بين ان هي دي ودي يعني الريجولاريتي والحاجات اللي هي بص في ايه ما بين كل اثنين فيتين ايه ما بين كل اثنين في ثانيه برضه مش عايز اتريال تريس يا اصل لو رجعنا الصوره اللابيه انا ممكن اقول ان دي ايه بس ايه برضه ما دي بس لو شورت على اللي انت بتشار عليها ده ايه هتلاقي غالبا ويف واحده يعني بص يعني كلامك يحتمل جدا الصواب عشان برضو ما بقاش بحيري بيتناقش في حته يعني بحيري ادفانس ده اهم حاجه بس نعرف شكل الفلاتر ان هو بيكون التوت وان ده اللي هو بيبقى فيه ايه ويف كده حلو ما بين اتنين انا عارف بيقول ايه انا عارف نفس العيان بس العيان مع كنت لسه بقول لك ايه ان الاتريال فلاتر والاتريال تاكيكارديا عباره عن سبيكترم اوف ذا سيم ديزيز يعني عاملين زي الفول والطعميه احنا صايمين انا عارف يعني الاتريال فلاتر والاتريال تاكيكارديا عباره عن سبيكترم اوف ذا سيم ديزيز حتى لما بيتكتبوا في الكتاب بيتكتبوا كده اي تي سلاش اي ام يعني هما كده يعني نفس الايه نفس السبيكترم يعني الاتريال تاكيكارديا تجيب فلاتر بالظبط تفتح الجايد لاينز تلاقي حاجه اسمها ماكرو للانترنت اتريال تاكيكارديا دي اللي هي الاتريال فلاتر هما انت عمال تقول معلومات غلط بس نحفظ بس شكل الفلاتر يا جماعه عرفنا شكل الفلاتر التوت 1 شكل الفلاتر التوت 1 عرفناه التوت 1 فلاتر حد عايز يشوف فيه حاجه كل اثنين ايه بعدهم في كل اثنين ايه بعدهم في ماشي ده ايه ده خدناه ده قبل كده ايه اف شخبطه على الكورونري ساينس مفيش ديفيبريلاتوري ويفز كلها وادي الفيهات اهي وادي الفيهات الكومبلكسات فوق شخبطه على الكورونري ساينس ملهاش اي اورجانيزيشن ملهاش اي سيستم ماشيه كده لوحدها نعم بالظبط ده كلو يساعد جدا طبعا السيرفيس اي سي جي مهم جدا في الانتراكارديا اه طبعا مهم طبعا ان السيرفيس اي سي جي الرجل صح ما احنا خلاص بنخلص طيب مش هي مني الاناليسيس مش عايز اوصل لدايجنوز مش عايز اوصل لدايجنوز مش ضروري صح مفيش بيسنج في تاكيكارديا ودي لونج ار بي فعلا لونج ار بي تمام وفي اخر بيت انا شايف انها بقت ساينس او في اخر اتنين بيتس خلاص غالبا اوكي مش عايز اكتر من كده يعني مش عايز ان احنا نعقد نفسنا
بيسنج ار في بيسنج مدينا ايه للسوشيتد. مش معقول كده يا جماعه. اللي فاتت دي كان اناليسيس بس ما فيش اي دايجنوستس ديفينيتيف هنوصل لونج ار بي تاكيكارديا فور ديفرنشال دايجنوستس. اهي هي بس تعودك لما عينك تاخد ان انت بتشوف تاكيكارديا وقلبت في اتنين بيتس في الاخر خالص للساينس. خلاص هي وقفت في اللي بتقف ايه غالبا مش اتريال تاكيكارديا. اللي بتقف اتريام اللي بتقف بالاي سيجنال مش اتريال تاكيكارديا غالبا في 99% من الاحوال. لكن اللي تقف في دي اي حاجه بيسنج وفنتريكل وديسوشيتد. الفي ملهاش علاقه بالايه. خلاص شايفين الوايت كومبلكس على السيرفيس اي سي جي اهو بتاع الار في بيسنج. ده مش تاكيكارديا لا في شانل عليها تاكيكارديا. برافو يا دكتور علياء برافو. ده شانل عليها تاكيكارديا دكتور علياء على طول اختلصت الشانل اللي عليها تاكيكارديا ان هي ايه كل الايهات دي السايكل لينس ده لو قسنا هنا هنلاقي السايكل لينس ده 200 يعني هارت ريت 300 السايكل لينس 200 يعني هارت ريت 300. مروفا بقى دكتور علياء ان انت عندك ادي الفي اهي في متفق معايا ان دي في عندك 2 ايه وبعدهم واحده في 2 ايه وبعدهم واحده في 2 ايه وبعدهم واحده في 2 ايه وبعدهم واحده في. الصوتر ده دكتور عصام عشان بيجي لا اللي قبليه بس لا خلاص اللي فات ما حدش بيجي. حاولوا لك هم نعم يعني ساعات التجارب كم بتيجي ان الاي في تايم يبقى مع كل سايكل. طبعا فيها ورم اب وورم داون. ده بقول عشان الناس تعرف يعني اقصد عكس البي تي يعني في اسوسيشن بالظبط. احنا قلنا لو الاي يعني الاي دي اسوسيشن اللي هات اكتر يبقى ايه التاكيكارديا. الاي دي اسوسيشن اللي هات اكتر يبقى فنتريكولار تاكيكارديا. يبقى التاكيكارديا اللي فيها اي دي اسوسيشن والله حسب اللي هات اكتر تبقى اتريال تاكيكارديا. الفي هات اكتر تبقى فنتريكولار تاكيكارديا. ده اتريال فلاتر 2-1 خلاص هقوله لك. حاضر والله هقوله. بص هنا 2-1 ادي الفي وادي 2 اي. 2 اي متوصلين بفي 2 اي متوصلين بفي خلاص. واللي احنا لو بصينا كده مبدئيا مش هنلاقي تاكيكارديا ات ذا فنتريكولار ليفل بس هنلاقي تاكيكارديا هنا ات ذا اتريال ليفل. يعني الشانل بتاعه الكورونري ساينس موريانا ان في اتريال تاكيكارديا. الاتريال تاكيكارديا دي نوعها فلاتر. احنا قربنا نخلص ما اعرفش بتلاحظي ملحوظات غريبه قوي بتثبتي بصراحه بتثبت مش اي لازمه بصراحه زي ماشي مكتوب 100 عادي ده الريت بتاع ال100 لكن الايهات هنا كراودد قوي. الايهات زحمه قوي على الشانل بتاعه الكورونري ساينس. دي تاكيكارديا بس على الاتريال ليفل. بص على الكومبلكسات مش هتلاقي فيه اي تاكيكارديا على كيو ار اس. انا عارف بس ليه 100 عادي 100 يجي يجيب اللي هو عايزه. هقول له جايب ليز سويت 100 عادي يجيب. ممكن يجيبه 50 ممكن يجيبه 400 هو حر. في ناس بتشتغل على 200 و150 بس هنا لما نبص كده هنلاقي ان الكومبلكسات ما فيهاش تاكيكارديا عليها يبقى ما فيش فنتريكولار تاكيكارديا خالص. لكن هي كنترولد بمعنى ايه؟ بمعنى طبعا ان هو كانه 2-1 كان هو 2 اتريال سيجنالز كوندكتد 1 فنتريكولار سيجنال. ماشي يعني نقدر نقول عليها اتريال فلاتر ويز 2 تو 1 اي في بلوك. اللي قبليها لا ده انا هقول لك اللي قبليها هروق. طيب لا ما تخافش. طيب دي جميله قوي السلايد دي بقى. ليه بقى؟ انا شايف كذا ملاحظه. ماشي واحد قال بي في سي جميل هذه ملاحظه من ضمن الملاحظات. اصبر بس يا عم اصبر بس لا تتعجل يا صديقي. هتقول كلمه كده هتبقى انت ما خدتش حاجه من الدرجه. امشي احسن سيستماتيك. نعم ده اي في يبقى احنا في ساينس. ادي ملحوظه جميله ماشي. طيب لا انت جبتي سيره بريك سايتيشن. فعلا هو بريك سايتيشن عشان الكومبلكس ده وايد وانا في ساينس ماشي. طيب ماشي ايه تاني؟
امالجاميتد في واحد واثنين، عشان كده هو نط والف تلاترال. موروفر ان البي في سي اللي جايه كانت بمثابه كان انا عامل بيسنج من الفنتريكل، يعني دي ضربه طالعه من الفنتريكل للاتريوم. ما هو كان قالب، هو كان ساينس، هو كان ساينس مش الابيتر، هو كان دي كانت بيست بيت فنتريكولار بيسنج، فخلت الاكتيفيشن على واحد واثنين بينته قوي، بينت البريك سايتيشن، بينت السيكونس. يعني انا كان انا في السلايد دي عملت فنتريكولار بيسنج عن عمد، فجت البي في سي خدمتني ان انا اشوف الفنتريكولار تو اتريال اكتيفيشن سيكونس، طلع ان واحد واثنين اسبق من 9 و10. حتى في البي في سي ده اكد لي انها فعلا حاجه عن ناحيه واحد واثنين. ايه اللي ناحيه واحد واثنين؟ ليفت لاترال اكسسوري باس مانيفست، لازم يكون مانيفست لانه واضح في الساينس، واضح في الساينس، وعامل وايدنينج في الكومبلكس، وعامل وايدنينج في الكومبلكس، وعامل امالجاميشن في الساينس. حتى لو بي في سي ما ظهرتش، دي كانت فايندينج يؤكد الدايجنوستس. دي تاكيكارديا اللي فاتت، تاكيكارديا اللي فاتت. يا خبر ابيض، قالوا نص ساعه بيشرح. شوف هو نوت تاكيكارديا اللي فاتت ورسو ايه بس. خلاص التاكيكارديا اللي فاتت اللي هي اهي افكرك بيها. خلاص اعتمد انا دكتور خالد. تمام معلش ماشي يا جمال. ادي لما جاله التاكيكارديا اهو ونارو كومبلكس بقى، خلاص البريك سايتيشن بيروح على فكره في التاكيكارديا، يعني بيبقى نارو كومبلكس عادي اورثو دروميك، يعني نازل في الاي في نود وطالع في الاكسسوري باسوي راجع فيها تاني. انا شايف الكورنيك ساينس في ايه؟ تمام عشان احنا في تاكيكارديا، لكن هنا ايه شايفاها ايه؟ عشان احنا في ساينس سبحان الله. بس هنا ايه؟ عشان اعرف التاكيكارديا. فدي ليفت لاترال اكسسوري باثوي، عشان واحد واثنين اسبق حاجه بتيجي كتير، بتيجي كتير الحمد لله. اي سؤال يا بحيري؟ السلايد دي لا خلاص يعني. اي سؤال يا بحيري؟ لا خلاص. اي سؤال يا بحيري؟ طب قول لنا انت يا بحيري اي سؤال. اي سؤال ها يا جماعه؟ ايه دي انا دي بس كده انا في سؤال انت بتضيع لك مره ثانيه. اوعى تقول لك يا عم الاي والفي يعني مفيش فرق ما بينهم بقى. هو ده بقى الشورت بقى، شورت ار بي للناس بتسال. هو ده الشورت في اي تايم بقى الصح بقى، اللي هو اقل من 70 ملي سكند، يعني اللي هو الفي اي تايم بيكونوا تقريبا سيمالتينيوس. خلاص تمام تمام. لا مفيش، انت قاعد ولا ايه؟ ما احنا خلاص، احنا مفيش حاجه ثانيه. هرجع لك بقى للسلايد اللي انت بتقول عليه. نجيب بقى للسلايد. خلاص يعني كده احنا خلاص. ماشي. لا مش هيسيبوا الانترا كاردياك ويجيبوا بروجرامنج كمان. ساعات الانترا كاردياك بيجي اسهل من السيرفيس اي سي جي، عشان تبقوا عارفين يعني احيانا كتير. بس يا باشا انا كده خلصت. حد عايز يسال في حاجه؟ هقول لك. تعالى بس. تعالى يا باشا انا حطيته مع الديسك توب عشان اشوفه. ايوه فين بقى اللي انت؟ ادي الايه حضرته. وادي اللي هي دي اللي انت ما حضرتهاش. دي لا لا مفيش فلاشات حتى هنا. هو ايه انا هاخدها من دكتور احمد عز. دكتوره ميرفت منعت ان حد ياخد فلاشات هنا. انا بتكلم عن دكتور احمد لو سمحت. دكتوره ميرفت منع. بقول لك دكتوره منع النواب. منع النواب ايه لك؟ هو دكتوره ميرفت منع. هي انا مش نواب انا خلاص. فين الصوت ده؟ ايه ده بجد؟ بامبارد موبايلك انت؟ يا عم عايزين ناخد المحاضره دي. ممكن بس تبعتها للديسكورد على الفلاشه؟ حاضر. حاضر.